بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة، حلقة خاصة إطارها العام الإخلاص، تستحق المتابعة والمشاهدة بإخلاص. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك وأعزائي المشاهدين. وهذا الموعد الذي يتجدد معكم دائما في ملك وكتابة هي فعلا فترات مهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي، في إطار أيضا سعي النادي الأهلي بكل قوة لتدعيم صفوفه لبدء موسم قوي جديد، للاستمرار باللعب دائما وأبدا قرب منصة التتويج. الأهلي بعد ما أنهى الموسم المحلي بالفوز بالدوري والكاس أبرم بعض الصفقات المهمة، وها هو يستعد بقوة لأقرب تحدي مع الترجي التونسي يا باشمهندس. نتمنى يعني الخطوة القادمة دي هي أهم الخطوات، هي اللي فيها زي ما بيقولوا إيه البهريس كله. يعني هي دي اللي لو عملتها بقى نرجع تاني نمسك بتلابيب ريال مدريد ونلعب مع الكبار إن شاء الله. بداية الأخبار بتاعتنا يمكن جولة متنوعة ما بين بيان للأستاذ رجاء عطية عضو النادي الكبير وأحد أعضاء اللجنة المكلفة. هتقول البيان قبل العناوين؟ طيب. قال للأستاذ رجاء عطية: أرجو أن يكون واضحا أننا لن نجتمع لانتخاب زيد أو عبيد، وإنما فقط لإقرار لائحتنا الخاصة وتفويت فرصة تطبيق الإرشادية التي تضر بنادينا ضررا بالغا. لم يسمح لنا القانون سوى بإقرار اللائحة ككل أو رفضها ككل. إقرارنا للائحتنا لا يمنعنا مستقبلا من التعديل فيها. لم يعد هناك مجال الآن لمناقشة هل تكون الجمعية على يوم أو يومين. قرار نادينا أن تكون على يومين وهو قرار لا يخالف القانون. علينا جميعا أن نذهب يومي 25 و26 كل في لجنته لإقرار لائحتنا. أذكر نفسي وأذكركم وأذكر الجميع أن هذه لحظة فارقة ولا مجال فيها للخلاف، وسوف نحمل المسؤولية أمام التاريخ لو أخفقنا. أتمنى من الله ومنكم أن نذهب جميعا ونقر لائحتنا مع أطيب التمنيات لنادينا ولكم حق الأهلي فوق الجميع. ده بيان يمكن آخر ما صدر من الأستاذ رجاء عطية، لكن خلينا الأول نقول أبرز ما في الحلقة من عناوين. كل الترجي التركيزي أهلي، آخر الصفقات وعودة الأبناء، ملوك ريمونتادا الوقت القاتل، وزي ما أكد المهندس عدلي الإخلاص والسندباد مش أحسن مننا، وأخيرا من فتح العام افرح يا أهلاوي. مش مهندس النهاردة يمكن كلمني الأستاذ وليد مهدي مدير لجنة المباريات في النادي، والحقيقة يعني عكف على إنهاء مشروع إصدار البطاقات الموسمية. أيوه. وأعلن النادي على إصدار بطاقة حضور الجماهير للمباريات بعنوان أهلاوي وافتخر لمدة 3 سنين. البطاقة بتتباع لمدة 3 سنوات اعتبارا من موسم 2017 وحتى 2020 للدرجة الموحدة. موضحا أن هذه البطاقة الذكية تمكن راغبي حضور المباريات من حضور أي مباراة للأهلي بجمهور، ويتمتع حامل هذه البطاقة ببعض الامتيازات. تعد هذه البطاقة المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني لحضور المباريات، والذي تم تفعيله خلال الموسم الماضي وحقق نجاحا كبيرا، مشددا على أن البطاقة معتمدة من النادي الأهلي ووزارة الشباب والرياضة، وسيتم الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للنادي ومن خلال الرابط اللي بيظهر قدام حضراتكم. أكد النادي الأهلي أن ثمن هذه البطاقة 44 جنيه، يعني ب 44 جنيه تقدر تحضر ماتشات الاهلي في ال3 سنين، وده تمن طبعا مخفض جدا. يعني هي البطاقه دي، بس انا عشان افهم، البطاقه دي بتخليك تاخد تذاكر، تشتري تذاكر تسهيلا على الجماهير الراغبه في حضور المباريات. موضحا ان هذا المبلغ تحصل عليه الشركات المنفذه لمشروع بطاقات الحضور اللي هي شركه فالكون وكليم وفوري. يحصل حامل هذه البطاقه على تذكره لحضور لقاء الاهلي والترجي في دور الثمانيه الافريقي المقرر له يوم 16 سبتمبر المقبل ان شاء الله. مقابل 16 جنيه التذكره، ياخدها ب 16 جنيه. ليصبح اجمالي ثمن البطاقه بالاضافه الى تذكره حضور مباراه الترجي 60 جنيه.
44 و16 زائد ان كل مباراه بقى هيشتريها بسعر مخفض. بالظبط. بس تضمن له انه لازم يحصل على تذكره، لازم ان ياخدها. وفيما يخص بعض الجماهير التي لا تجيد التعامل مع الكمبيوتر وتسهيلا عليهم، تقرر ارسال مظروف يحتوي على صوره البطاقه بالاضافه الى صوره شخصيه ورقم التليفون على صندوق بريد النادي الاهلي وعنوانه 3 شارع صالح سليم الجزيره القاهره، وستتولى اداره المباريات بالاهلي اصدار البطاقه والتواصل مع الجمهور لاستلامها، مع التاكيد على ان اصدار البطاقه وكل بياناتها يتم داخل النادي الاهلي. وفيما يخص متحدي الاعاقه، فقد تقرر استخراج بطاقه حضور الجماهير مجانا لهم بعد ارسال بطاقات الطالب واثبات الاعاقه في ظرف على صندوق بريد الاهلي. وتبدا مراحل تنفيذ البطاقه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 22 اغسطس وحتى 5 سبتمبر القادم، من خلال فتح باب التسجيل للحصول على البطاقه وتذكره مباراه الترجي، مع التاكيد على ان التذاكر المتاحه للقاء الترجي 15,000 تذكره، وسيتم تسليم البطاقات لاعضاء النادي من خلال منافس فوري بالجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، اما بطاقات الجمهور فسيتم تسليمها عبر منافذ سوبر فوري بجميع محافظات الجمهوريه، والمرحله الاولى تبدا اعتبارا من 12 سبتمبر القادم. هنشوف في هذا الفيديو كيفيه حجز بقى التذاكر الالكترونيه. عرض الصور بتالي في حاجه ثانيه هتعرضها ولا انت عرضت واحنا بنتكلم عرض وانت بتقرا؟ طيب. اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي استقبل امبارح في مقر النادي بالجزيره الاستاذ حيام بدر قواسمي، ده رئيس نادي اهل الخليل الفلسطيني، كان على راس وفد فلسطيني شقيق من النادي الفلسطيني، حضر لتهنئه الاهلي بعد فوزه بكاس مصر وتحقيق الثنائيه المحليه بعد التتويج بالدوري. قام حيام باهداء النادي الاهلي كاس بطوله فلسطين زي ما انتم شايفين في الصوره. رئيس نادي اهل الخليل بيهدي كاس فلسطين للنادي الاهلي، ده الكاس اللي توج بيه اهل الخليل على حساب شباب الخليل بركلات الترجيح في المباراه النهائيه. واشار حيان الى العلاقات القويه التي تربط اهل الخليل بشقيقه الاكبر الاهلي المصري ودعم مسؤوليه المستمر لنادي الخليل والرياضه الفلسطينيه بشكل عام، مؤكدا ان شعبيه الاهلي في فلسطين لا تقل عن شعبيته في مصر. واوضح رئيس نادي اهل الخليل انه عرض على النادي الاهلي اقامه مباراه وديه بين فريقي الكره في الناديين، ووعده اللواء شيرين شمس بدراسة الأمر وعرضه على قطاع الكرة والجهاز الفني لدراسة العرض وفقا لارتباطات الفريق ورابطة محبي ومشجعي الأهلي في غزة بقيادة الأستاذ أسامة عمر، مهتمة جدا بدعم أسامة عمر ده صديقنا. وهو رئيس رابطة الأهلوية تقريبا في غزة. في غزة. مهم جدا التواصل العربي الفلسطيني. هو اسم الأهلي المنتشر ده ما هو دلالة على إيه؟ على إن الناس بتتأسى بأهل القاهرة يعني. على ذكر الاهتمام العربي بالنادي الأهلي، صحيفة عكاظ السعودية تحدثت عن وجود عرض سعودي لاستضافة السوبر المصري، وقالت إنه تقدم صاحب شركة سعودية بعرض لاستضافة مباراة السوبر المصري لمدة 3 سنوات متصلة في 3 مدن مختلفة، على أن تتكفل الشركة بكافة المصاريف الخاصة بكل الفرق، ومسؤول الاتحاد المصري على أن يكون الرد سريعا للبدء في المفاوضات مع الشركة والاتحاد المصري. صاحب الشركة السعودية قال أنه جاي القاهرة إن شاء الله عقب أجازة عيد الأضحى عشان يتحدث مع المهندس هاني أبو ريدة لدراسة هذا الأمر من كافة جوانبه. في تفاصيل ناقصة في هذا الأمر. أما يجي يقول لك أنا بستضيفكم كلكم. صوت وبعدين ايه اللي استفدناه؟ فين الجائزه؟ فين تحملك ما هي الجائزه من الشركه الراعيه. ما كويس، الشركه المصريه اللي راعيه للاتحاد برزنتيشن. كويس كويس كويس. ايه اللي وديني هنا؟ وديني هنا عشان الناس هتستضيفني. يعني لازم تديني ميزه اضافيه. يعني انت كنت انت ان ممكن تبقى في جائزه اضافيه من عندك انت. لازم يعني انا لو بتفاوض اتفاوض على كده. طيب، اتحاد الكره النهارده كان فيه اجتماع مهم كل ما اثير حوالين رابطه الانديه المحترفه، هنقدر نعمل دوري محترفين، هنقدر نعمل رابطه للانديه المحترفه تشيل شيله الدوري بكل تفاصيله ولا لا؟ اتقال كلام وتقال ان في انقسامات داخل اتحاد الكوره، ما اعرفش مين عايز يكون موجود في اللجنه ومين من اعضاء المجلس مش عايز يبعد عنها، لكن النهارده
بحسب بيان صادر من الاتحاد انه عقد المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد اجتماعا مع رؤساء انديه الدوري الممتاز في مقر الاتحاد، تم الاتفاق على 4 نقاط مهمه: تسليم مشروع لائحه رابطه الانديه لجميع انديه الانديه المشاركه في الدوري. يعني هنبعت كاتحاد، قال لك هنبعت مشروع اللائحه بتاعه رابطه الانديه لل 18 نادي اللي في الدوري الممتاز عشان تبقى المساله واضحه قدامهم. واثنين، هيشكل لجنه مشروع لمناقشته والاتفاق عليه بالزبط. ولا هو ده اللي هيتنفذ؟ لا اكيد للاتفاق عليه، هو لسه ما اجتمعوش بعد كده. وهيشكل لجنه من المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي، والاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصه، والاستاذ فايز عريبي رئيس نادي طنطا، والسيد نهاد حجاج رئيس نادي الاسيوطي، بالاضافه الى المهندس احمد مجاهد عضو مجلس اداره الاتحاد ممثلا للاتحاد، والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنه، على ان تتولى هذه اللجنه استلام ملاحظات الانديه بقى اللي انت عايزها على مشروع اللائحه، واعداد لائحه تعرض على انديه القسم الاول واتحاد الكره لاقرارها خلال 10 ايام. يعني مفترض خلال 10 ايام نكون انتهينا من حدوته رابطه الانديه المحترفه. اذا ده لابد ان المجموعه دي تشتغل بطريقه ورش العمل. ايوه. يعني كل يوم لازم يجتمعوا، كل حد يكون عندهم ويكون عندهم صياغات وافكار يتفق عليها. 10 ايام دي مش مده كبيره. تمت ايضا مناقشه موضوع عوده الجماهير، هنقدر نرجع الجمهور ولا ده مجرد حلم ورغبه وخلاص؟ تم الاتفاق في الاجتماع على عقد جلسه اخرى بحضور الجهات الامنيه لتحديد طريقه دخول الجماهير في الموسم الجديد والاعداد المسموح بها والاليه اللي هتتعامل بها الانديه ومدى مسؤوليه الانديه عن اختيار جماهيرها. ده بعد اطلاع الانديه على المواد الوارده بقانون الرياضه من الماده 84 وحتى الماده 92 التي وضعت عقوبات رادعة للمخالفين لأحكام القانون. تم الموافقة أيضا بأغلبية الحضور على تسجيل 4 لاعبين أجانب في قوائم الأندية، ودي النقطة مثار الجدل والاهتمام في اليومين اللي فاتوا. فاكرين من فترة طويلة لما اتقال إن اتحاد الكورة بيبحث زيادة عدد الأجانب لـ4، قال لك يبقى الأهلي بيضغط والأهلي عايز عنده لعيب زيادة وعايز يمرر الـ4. لغايه لما جبنا الحلقه اللي فاتت واللي قبلها الكابتن طارق يحيى المدير الفني للزمالك وهو بيتكلم على انه الزمالك عنده 4 اجانب او 5، وقال لك في اتصالات مع اتحاد الكوره علشان نزود العدد لـ4، وبالفعل الاتحاد يعني هو اصلها مش اسرار، يعني ما فيش دخان من غير نار. ده هو حتى التضارب ان التصريحات طلعت قبل القرار ما يصدر. فعشان كده كان في نوع من النفي اللي على استحياء، نفي بطعم الموافقه يعني او الايجاب يعني. فبس ما كان لازم يقول لنا تفاصيل. يعني الزمالك كان بيقول يعني القرار كان الاول كده بيقول لك 3 فوق السن و1 تحت السن. انما دلوقتي ايوه عايز حاجه يا استاذ؟ طب ما انا بكلم استاذ شوارب وانت بتكلمني تقول لي سامعني. يا ريت نتواصل مع المهندس احمد مجاهد. كلم يا ابراهيم. يا ريت نتواصل مع المهندس احمد مجاهد علشان نحاول نشوف هي ايه فكره الـ4 اجانب. هل بالفعل 3 في الملعب و1 بره ولا الـ4 هيسمح بيهم بشكل قاطع؟ ما فيش تفاصيل. هل في 1 تحت سن ولا لا؟ وهل الـ3 هيبقوا قاعدين على الدكه؟ الـ4 قاعدين على الدكه يتلعب منهم 3 يلعبوا الـ4 زائد 1 سوري او 2 سوريين او 2 فلسطينيين او 1 سوري 1 فلسطيني. يعني كلام ضروري هيطلع فيه تفاصيل. وسمعت اشاعه برضو لو صحيح تبقى حاجه غريبه جدا، ان الاتحاد بيقول لك ان الاجنبي عقده ما يزيدش عن 3 سنين. ازاي الكلام ده؟ طب واللعيبه اللي عندنا عقودها 4 سنين هنعمل فيها ايه الاجانب؟ لا ويعني وانت يعني مالك انا دافع مبلغ كبير هو في كده يعني بره في كده ولا كل شويه نعمل حاجه عشان بس نقعد نخلق دم نتكلم عليه ونتك عليه كل شويه؟ اليوم 7 بينقل على الاستاذ مرتضى منصور انه بيقول الحبس 3 سنين وغرامه 200,000 جنيه لاي مشاغب في روابط الانديه. ده بيشير الى انه لائحه رابطه الانديه المحترفه لاي رابط، كشف مرتضى منصور عقب اجتماع اتحاد الكره وانديه الممتاز لوضع لائحه رابطه الانديه المحترفه ان الدوري الجديد سيشهد عوده الجماهير من اول اسبوع باعداد قليله،
وأشار إلى أن قانون الرياضة الجديد يتضمن الحبس والغرامة المالية لأي من يخرج عن النص وحبسه لمدة 3 سنوات أو أكثر، وغرامة مالية كبيرة لمنع الشغب في الملاعب. وقال اليوم السابع أيضا أن مرتضى منصور بيطلب ترشيح ممثل للجبلية برابطة الأندية من خارج مجلس أبو ريدة، والحقيقة ده اللي لازم أن يكون موجود، لأنه إذا كنا بنقول أن الأندية ترشح واحد من بره المجلس يعني يمثل النادي الأهلي في استاذ إبراهيم، هو الغرض من وجود ممثل الاتحاد إيه؟ أنه كوردونيتر منسق يستطيع، لكن هو بره أعتقد أنه بيبقى فيه بس ملوش صوت، ملوش صوت داخل الرابطة، لكن لازم يبقى موجود عشان يشوف الكلام اللي بيتاخد ده متفق مع سياسة الاتحاد العامة والمسابقات والإجراءات، وإلا لما يبقوا الاثنين كمان من بره مفيش أي نوع من الربط، بس هو ما بيقالوش صوت يعني ملوش حق التصويت. طيب، الجبلية والأندية تجددان الثقة رسميا لعامر حسين، وده الحقيقة تأكيد على نجاح الحاج عامر حسين في إدارة المسابقة يا باشمهندس الموسم اللي فات، برغم كل الصعوبات والتأجيلات والضغوطات والارتباطات الكتيرة، إلا أنه في النهاية كلام جميل. معنى كده أن لجنة المسابقات بره إطار لجنة المحترفين، هي لجنة الأندية اللي وافقت كمان، يعني أعضاء الأندية أو رؤساء الأندية في اجتماعهم النهاردة توافقوا، لأنه لازم يحسم الأمر بدري شوية. يعني حتى الرابطة حصل توافق على توافق عالم. عليه وهو يستحق هذا. هو يستحق هذا، بس ما اعرفش بقى ابراهيم نور الدين يستحق هذا ولا ابراهيم نور الدين هذا. كيف سيدخل الملاعب المصريه ويحكم؟ انا مش عارف. انا مش عارف الحقيقه. الحكم الدولي يعني الراجل يدوب يعني حظه يخرج من الكابوس بتاع الفيصلي والاعتداء عليه واللي حصل، رايح يحكم مباراة مالي وموريتانيا، حسب لمالي ضربة جزاء في بداية الماتش وضاعت، يعني الأمور الراجل ولا ما قصرت. في الدقيقة 43 أوقف المباراة بسبب قيام الجماهير المالية الجماهير مالي برمي زجاجات المياه على دكة الاحتياطي بتاعة منتخب موريتانيا. الفريق الموريتاني اضطر إنه ينزل يبقى في الملعب خلال فترة الاستراحة ما بين الشوطين بعد فشل الأمن في الفصل بينهم. احتسب الحكم ركلة جزاء أضعها لاعب المنتخب الموريتاني، كما قام بطرد أحد لاعبي الفريق المالي بعد تدخل عنيف. قوات مكافحة الشغب تدخلت في نهاية المباراة لحماية الحكم من غضب الجماهير، وقامت بإطلاق عدد كبير من القنابل المسيلة للدموع. دي المباراة كانت يعني كل ده في مباراة للتأهل لبطولة أفريقيا للمحليين يا باشمهندس. المباراة كانت في مالي. في باماكو. في باماكو. وضربة الجزاء كانت لموريتانيا. وضاعت. معلش بس موريتانيا، وحصل طرد لأحد لاعبي الفريق المالي. طيب، هل القرارات دي كلها سليمة ولا مش سليمة؟ لازم كان يتقال لنا إن هي قرارات متفق عليها، ما لا تثير أي غضب يعني. لكن إحنا إزاء ظاهرة دلوقتي إن محدش عايز يتحسب عليه قرار مؤثر. يعني كيف للحكام ان يمضوا باي مسابقه في الساحه الافريقيه؟ ابراهيم نور الدين تطارده هذه السمعه محليا وخارجيا دلوقتي. وزي ما كل الناس بتترصد له، يعني عرفوا بقى ان هو عنده مشكله فبيتكوا له على كل حاجه. ما اعرفش حظه وحش. ايه شخصيته في اداره؟ برضه انا شفت له صور حتى في عز ما الشرطه محاصراه والناس بتعترض بيضحك، بيحاول يبدو متماسك، لكن ده ضحك هستيري. يعني هو لما يضحك والراجل بيزق وبيديله بروسيه، هل ده رد فعل طبيعي؟ لا، ده حاجه فلازم يبان ان هو لازم يكون اكثر صرابه واكثر جديه من كده. بتضحك على ايه؟ بص في عينين اللي قدامك، اسمع عيبتك بنفسك يعني، بص في عينين اللي قدامك. صح. لا هتضحك له هيديلك. تضحك له على ايه يعني؟ هو منظره برضه لا ما فيش، انت مش في لحظه انك تبتسم فيه، ما فيش انسان طبيعي يبقى الناس بتعتدي عليه وبيضحك الا اذا كان عايز يغيظهم يعني. انت عايز تغيظهم؟ لا يعني انا بشوف الامور لازم تبقى طبيعيه اكتر من كده. صحيح. كل الترجي التركيز يا اهلي، لانه فعلا اللي جاي مهم جدا بعد الفصل.
كل الترجي التركيز يا أهلي. الترجي ده أحد نماذج ويعني أدلة تأثير الإخلاص في تحقيق النتائج بالنسبة للنادي الأهلي. كثيرا ما نذهب لمباراة الترجي ونحن في أزمة. أيوه. تحل بالإصرار والتركيز. واتفاق المجموعة على الإخلاص للهدف وإعلاء قيمة العمل الجماعي والتركيز على الهدف الجماعي، فربك بيسهلها. بالظبط. نتمنى أن نذهب ونتوجه بهذا الإخلاص وهذا التوجه وهذه الجماعية وإنكار الذات، والهدف يسبقنا جميعا بإذن الله. دور الثمانية ده لأول مرة في البطولة، دور الأبطال لأول مرة اتعمل دوري المجموعات مبكرة من دور 16، فبالتالي الأهلي والترجي المفترض نهائي. كثيرا ما التقى الفريقان العربيان الكبيران، يعني يمكن هما الاثنين أكبر ناس دلوقتي على مستوى الكرة الأفريقية، مش الكرة العربية بس. شاءت القرعة إن حطتهم في سكة بعض في دور الثمانية بدل ما يكون في الدور النهائي، وشاءت الأقدار والقرعة أيضا إن المباراة الأولى تكون في برج العرب والعودة في رادس. ده موقف متكرر بقى لمدة الكاف بيخطر الأهلي بموعد المباراتين. الاتحاد الأفريقي ثبت 16/9 لمباراة برج العرب و23 سبتمبر لمباراة رادس. فالمسألة احنا ليه بدأنا بدري؟ ليه بدأنا الكلام عن الترجي بدري؟ وليه قلنا كل الترجي التركيز يا أهلي؟ الجو العام، المباراة جاية في توقيت الدوري هيكون يدوب لسه بدأ بقاله أسبوع، لأنه الدوري لجنة المسابقات حددته يوم 8 وماتش الترجي 16. عندنا هيكون في خلفية المشهد المنتخب راجع من مباراة أوغندا. المنتخب عنده أكبر عدد من لاعبي النادي الأهلي، 10 لعيبة بالظبط. يعني ما بين القوى الفاعلة بتاعت الأهلي موجودة في كامبالا ولسه راجعة. الأهلي بيبدأ الدوري بالموسم بيبدأ الموسم المحلي بالدوري أسبوع ويدخل لنا الترجي، بينما الأشقاء في تونس محضرين من بدري، وكل التقارير الواردة لنا من تونس بتفيد بأنه الترجي مركز زيادة عن اللازم مع الأهلي يا باشمهندس. لا، هو مفيش حاجة اسمها زيادة عن اللازم، هي مباراة ما فيهاش رفاهية إنك أنت يعني واحد هيعبر إلى الدور الذي يليه عبر الآخر. يعني ما هوش دوري مجموعات دلوقتي. ده أنت يعني إقصائي، فأنت مركز معه ومركز معاك، دي مش عايزة مناقشة. وخلي بالك المفارقة إنك أنت لما لعبت الأول هناك خرجت على ملعبك، والعكس صحيح. الاتحاد الأفريقي كمان حدد الحكام، حدد حكم سنغالي لإدارة لقاء الذهاب وكاميروني لمباراة العودة. وبعت الكاف بيقول إنه تم تحديد الحكم السنغالي مالانج ديبوهي والمساعد السنغالي جبرائيل والتاني الحاج مليك لإدارة هذه المباراة الأولى في برج العرب، والحكم الرابع هيكون ماجيت نداي ويراقبها الغاني فريدريك كرينستيل. بينما تم تحديد طاقم كاميروني بقى لمباراة رادس بقيادة الكاميروني نينت أليوم الحكم الكبير، وبيساعده مواطنا إيفرست ونجوك، ويراقب المباراة مباراة رادس أسامة المنان من السودان. كابتن حسام البدري من جانبه وضع خطة للفريق علشان تبدأ مرحلة الإعداد بشكل مكثف ومضغوط نظرا لضيق الوقت، وحدد استراتيجية هيسير عليها مخطط الأحمال التونسي أنيس الشعلالي. يعني أنيس الشعلالي تونسي بيجهز الأهلي للترجي، وعلي معلول التونسي بيقود التنظيم اليساري في الأهلي قدام مواطنه الترجي. يبدأ الفريق تدريباته إن شاء الله 23 أغسطس، يعني بعد غد، بدون اللاعبين الدوليين المنضمين لمعسكر المنتخب. كابتن حسام البدري بيدرس خوض مباراتين أو ثلاث مباريات ودية عشان يجهز بقية العناصر اللي موجودة معاه. ده في الوقت اللي بيجي لك الترجي وقد انطلق الدوري العام ولعب مباراتين كسبهم 2-0 2-0. اذا هياتي اليك اكثر جاهزيه. يعني ما
معرفش هل المصلحه ان احنا ده هو بادئ ب 2-0 يعني كسب اولمبيك مدنين ب 2-0 وكسب اتحاد بن جردان 2-0. انا بقول لك 2-0 و2-0 آه. لم يتلقى اي هدف من اسماء الانديه اللي كسبها ماشي من انديه القمه لكن هي حتى الجدول انا اكاد اجزم انه بيتحط عشان يجهز الفرق التونسيه بالتدريج للقاءات، مفيش لقاء يبتدي يعني عنيف يعني. اتمنى نتجاوز كل هذه الظروف وان احنا يعني ماتشين وديين ده مهمين جدا وعلى الاقل نقدر ان شاء الله نكسب 1-0 في ملعب. 1-0 ان شاء الله 1-0 ودي اسوأ احسن نتيجه. يعني لقاءات الاهلي والترجي ما لا ترتبط بالارض ابدا. شوف الاهلي كم من مره ما يحققش هنا النتيجه الافضل. بالعكس احنا ما انا بقول لك المفارقه المره الوحيده اللي لعبت هناك بتاعت ادرامو جيت طلعت من هنا من مصر في كل مره رحت وانت مزنوق ومضغوط وهو اللي يتضغط بقى وتروح انت تعبر عليه هو الضغط ملهاش ملهاش قواعد لكن ما تقدرش برضو تقول ان دي هتمشي كل مره فمش عايزين نروح واحنا من موقف صعب قوي يعني. طب ما نشوف بقى الكابتن حسام البدري وهو يتحدث في اون سبورت عن رؤيته لهذه المباراه. حسام دوري خلص، كاس خلص بنجاح كبير، نيجي بقى على دوري ابطال افريقيا وده يمكن السؤال الاصعب. لو احنا رتبنا دي اسئله فالدوري الكاس دوري ابطال افريقيا هو السؤال الاصعب، مواجهه صعبه جدا ومواجهه مرتقبه جدا قدام الترجي التونسي. مبدئيا هل راقبت ماتشات الترجي في البطوله العربيه ولا لسه ناوي تشوفها بعد كده؟ لا اكيد اكيد طبعا يعني راقبتها وتابعتها وهشوفها بعد كده مره واثنين وثلاثه. مين اللعيبه اللي لفت نظرك؟ ينفع لو انا اقول الكلام ده؟ ما ينفعش تقول اللعيبه؟ لا يعني مثلا انا عايز اقول لك انيس بدري عندهم كذا لاعب مميز عندهم طبعا تميز في الناحيه الهجوميه اللي كان عندهم برضو سلبيات كثيره جدا في الناحيه الدفاعيه طبعا كل ده طبعا هنتفرج عليه تاني لكن عندهم ايجابيات وعندهم سلبيات لكن في الاجمالي هم فرقه طبعا فرقه مميزه يعني فرقه قويه جدا طبعا. هل لعبت فوزي البنزرتي قبل كده؟ لعبته قبل كده لعبنا مع بعض 2010 اللي هو الجون بتاع انرامو طبعا فوزي البنزرتي انا كنت حتى بشوف في البطوله العربيه شخصيته قريبه شويه من شخصيه حضرتك هو شخصيه قويه جدا وانا اتكلمت معاه في البطوله العربيه وقال لي احنا جايين البطوله ديت وباصين على الاهلي يعني احنا مركزين على الاهلي اكتر من البطوله العربيه. حضرتك خدت البطوله العربيه نفس الامر ان انت كنت مركز مع الترجي مش بتبص لحاجه ثانيه؟ لا يعني كنت كله يعني كله لابد كنت اشتغل على البطوله العربيه لان انا كنت مشارك في البطوله العربيه وركز في البطوله العربيه اكيد كنت لازم اركز على الترجي واتفرجت عليهم طبعا كتير وفي كل الماتشات بتاعتهم وهنتفرج عليهم بتركيز اكتر لكن اكيد زي ما انا بقول ان كل مباراه بيبقى ليها ظروفها وكل وقت بيبقى ليه ظروفه فما نقدرش نحكم على الترجي وقت ما هنلعب معاهم 16 ان شاء الله 9 عندنا طبعا فكره عن الفرقه واللعيبه اللي موجوده وفي نفس الوقت اكيد هم نفس الكلام برضو متابعينا بشكل كويس جدا لكن كل وقت بيبقى ليه ظروفه المباراه مهمه وهي مباراه طبعا هوم واواي مباراتين ليهم حسابات خاصه ان شاء الله وان شاء الله ربنا يسهل نكون موفقين باذن الله. طبعا تابعنا اللقاء ولكن كابتن حسام قال وده سال يتسال بيقول له مين اللي لفت نظرك مش مين اللي لفت في كلام طبعا مش لا يمكن هيتقال على الهواء اي انما هو طبعا راجل تقيل في مواجهه الاعلام رزين حاجه مدرب استوى قوي كابتن حسام. النهارده صفقات الموسم وعوده الابناء يا استاذ ابراهيم الناس طبعا متفائله ان في اربع صفقات او خمسه وليد ازارو احمد الشيخ اسلام محارب هشام محمد ايمن اشرف الناس كلها متابعاهم والناس كلها موافقه عليهم طيب كيف يحدثون الفارق؟ طبعا انت هتقرا لنا شويه بيانات عن كل واحد
لكن كيف يحدثون الفارق؟ وهل سيحدثون الفارق الأول ولا لا؟ يعني هو في الصفقات مش بالصورة. الصفقات مش بالصورة، الصفقات بالبطولة. المهم في الآخر مين يتصور بالدوري والكاس، مش مين يتصور بالصفقات. فبالتالي أعتقد الأهلي كان محدد جدا في قرار الشراء اللي حدده الجهاز الفني لتدعيم المراكز جابها. صحيح لازال فيه احتياج لتدعيم قلب الدفاع، نتمنى إن شاء الله أنه قبل بداية الدوري يتمكن الأهلي من تدعيم هذا الخط، لأنه بالحقيقة يعني حجازي سايب فراغ. هو هو لو ما فيش إصابات لساعد الفراغ مش هيبقى كبير قوي. انما الخشن دلوقتي عنده، هم عندك ثلاثه. الثلاثه بيلعب اثنين وواحد احتياطي. لو واحد منهم اصيب مفيش احتياطي، مفيش احتياطي. انت بقى وبختك. التوفيق عدم التوفيق، اصابه مش عدم اصابه، الكلام ده. كمان التحميل على ثلاثه طول الموسم شيء يخض شويه. نتمنى النادي الاهلي يعمل صفقه في الحته دي من العيار الثقيل، وانا اصل بكره صفقه سوبر، صفقه من العيار الثقيل الا الصفقه دي. كيف نعوض باي ثمن؟ واعتقد ان مجلس الاداره لن يبخل اذا وجد ضلته في اسم محدد يقدر يعوضك فنيا غيبه حجازي. يعني انت حتى لو خدت اللي كسبته من حجازي عوضت بيه هذه الصفقه ماشي، على اعتبار ان حجازي لسه ممكن يجيب لك فلوس. فاهمني؟ اي فتبقى عمليه كده تمام التمام. الاربع لعيبه بالاضافه الى احمد الشيخ، احمد الشيخ هداف الدوري مع المقاصه 17 هدف، كان معار من الاهلي للمقاصه ناديه الاصلي ورجع عشان يدعم الصفوف الحمراء وتم خيده في القائمه الافريقيه، يعني في اطار تدعيم الشق الهجومي. فالشيخ اضافه قويه جدا. في الشق الهجومي ايضا تم التعاقد مع وليد ازارو، شفتوه حضراتكم، الناس كلها انبسطت من ادائه ومن روحه ومن قتاله ومن قدراته. ده لاعب الدفاع الحسني الجديد المغربي في صفقه لمده 4 مواسم قيمتها 1,400,000 دولار. واعتقد اللي قاله المهندس عدلي من شويه تعليقا على ما صدر عن اتحاد الكره، وانا اشك ان ده يكون قرار، انه اللعيبه الاجانب يتم التعاقد معاها 3 سنين بس، ما فيش حاجه اسمها كده خالص. اسلام محارب ابن النادي الاهلي، انت كنت اشتريت اسلام محارب من كفر الشيخ. كفر الشيخ بس ده جه ناشئ تحت 18. وكان الحقيقه مميز جدا جدا جدا، يعني حتى السنه اللي احنا مشي فيها تم تصعيده ولعب مجموعه من الماتشات الوديه كان متالق جدا فيها، بس انت كنت مكتظ بالنجوم. تم شراؤه من لعيب يملك قلب وسرعه وكويس، يعني من سموحه مقابل 8 ملايين جنيه، والصفقه لمده او تم التعاقد معاه لمده 5 مواسم. رجع ايضا لبيته هشام محمد، صفقه قويه جدا الحقيقه، نوعيه بمعنى الكلمه، لعله يعوض سفر الكابتن وحسام غالي اللي الحقيقه كل الناس في السعوديه مبسوطه منه وجماهير النصر محتفيه بيه. عارف حسام غالي ده؟ شوف يا اخي الانصاف لما اجي لك. لما مشي من النصر مشي بمشكله. ومنشطاته مش منشطات، تاتي لحظه وهو واقترب من ختم حياته ان لحظه الحقيقه تظهر، والنادي مصدر الاشاعه او اللي انطلقت خلاله من خلاله الاشاعه هو اللي يطلبه ويعينه كابتن الفريق ويرى فيه طوق النجاح مع مرحله تجديد صفوف النصر او صفوف نادي النصر. هذا هو الانصاف اللي لما ربنا يحب واحد يوفره له. يوفره له. هشام صفقه نوعيه مهمه جدا، تم التعاقد معاه ايضا لمده 5 مواسم بمقابل 9 ملايين جنيه، واعاره الثنائي جون انطوي وميدو جابر لمده موسم ونصف الموسم للمقاصه. ايمن اشرف ايضا الظهير الايسر راجع يدعم التنظيم اليساري في الاهلي اللي فيه علي معلول وايمن اشرف اضيف، بالاضافه الى صبري رحيل وحسين السيد. صفقه هي الاسهل والاسرع لانه كان ايمن اشرف فري ترانسفير، لاعب حر، انتقال حر، فتم انتقاله ووقع على بياض لمده 4 مواسم. يا ريت نركز على على الموضوع ده. طيب احنا عندنا فريق شاب دلوقتي
متوسط السن ابتدى ينزل. فأرجو ان احنا يعني في اللي جاي نراعي هذا الامر. صدى البلد الموقع بيقول الاهلي بيرفض رحيل حارس المرمى محمد الشناوي، كان تلقى عرض من نادي الاتحاد السكندري منذ ايام لاستعارته لمده موسم واحد على اساس ياخد فرص للعب، لكن الكابتن حسام البدري اعتماده على وجود ثلاث حراس مرمى اكفاء وجاهزين، شريف اكرامي والشناوي وعادل عبد المنعم، خلاه يعتذر للاتحاد السكندري. لكن عصام سراج مدير او المدير التجاري والتعاقدات في النادي قال ان الجهاز الفني وافق على اعاره عمر رضوان، ده حارس مرمى ناشئ في فريق الشباب تمت اعارته الى فريق نادي الرجاء في مطروح. وكشف سراج على ان الاعاره تمت بعد الموافقه عليها من الجهاز لمده موسم واحد. بص يا سيدي نوضح الفارق، الاهلي يرفض اعاره حارسه، الاهلي يوافق على اعاره حارسه. ايوه. لما انت بيجي لك عرض للاعب صاعد مش عايزه يستنى على دكه البدلاء كثيرا، بتقول له اتفضل روح اكتسب الخبرات في الدوري الممتاز مع عادي الانديه اللي هتتعرض لاختبارات كثيره. نادي صاعد من هو نادي قديم مش جديد، لكن صاعد من الدرجه الثانيه. وهو كان سبق عرضه اعتقد قبل كده وقبل بلاء حسنا. إذن دي خطوة محمودة. أما أن تعير واحد من اللعيبة اللي هي أنت بتعتمد عليها ومصنفة داخل الثلاثي حتى المقايد إفريقيين بتاع ده يعني مستحيل يعني. ده الفارق يعني. أيضا صدى البلد بتقول او اليوم السابع الاهلي بيرصد 5 مليون جنيه لضم مدافع القوه الجويه العراقي، ده لاعب سوري اسمه زاهر الميداني مدافع منتخب سوريا ونادي القوه الجويه العراقي. تتحدث المواقع عن اهتمام الاهلي بالتفاوض معاه، يمكن الكلام راح وجه كتير جدا لكن حتى الان مفيش حاجه واضحه. في اسماء كتيره تم الحديث عنها، كان من ضمنهم محمود علاء لاعب دجله اللي انتقل فعليا للزمالك، ومحمود متولي مدافع الاسماعيلي اللي ناديه بيتمسك بيه وبيرفض التفريط فيه، والكلام على هذا المدافع السوري بالاضافه احمد الصالح المحترف في الصين وعمر الميداني لاعب نادي حتى الاماراتي، لكن كلها محاولات بتفشل بسبب المبالغات الماليه الكبيره اللي لفتت نظرك انت كخبير تسويق الحلقه اللي فاتت، وقلت لي انا بلاحظ انه اللعيبه السوريين غاليين قوي. العراقيين السوريين. ودي ظاهره عايزة دراسة يعني. لكن ما انت جايب لعيب من الصين. الصين بتدفع فلوس ملهاش علاقة بالقيمة التسويقية او الفنية للاعب، يعني ملهاش على المانيوال كده انك انت تقول اللاعب ده لو جبته هيبقى استثمار ولا لا. زي ايفونا خدوه ب 8 مليون يورو ولا دولار، النهارده بيعروه القنية سبورت مؤكد. ايفونا انت سبقتني، كنت عايز اقول لك يعني ياخدوه ب 8 مليون من النادي الاهلي، 8 مليون دولار، وبيتنقل لقنيا سبور التركي بكام بقى؟ لا يمكن هيكون ب 8 مليون. لا طبعا. فانت ما تروح تجيب احمد الصالح وده لعيب حتى نمطه الجسماني زي احمد حجازي وبيتكلموا عليه كلام كويس جدا. اللعيب الاخر اللي بيلعب برضه في دوري القطري أو الإماراتي اللي هو لاعب نادي حتة الإماراتي اللي هو عمر الميداني. طب هل عمر الميداني ده أخو زاهر الميداني؟ ده ميدان وده ميدان. ولا ده ميداني وده ميداني تاني خالص. كابتن لطيف قال لك حد يقول لي عمر النور أخو عمود النور؟ لا ده عمود وده عمود. المهم إذن المسألة مش مسألة إن أنا أجيب مدافع من سوريا وبس. لازم يكون في السمات والمواصفات اللي انا محتاجها. فارجو ان احنا ننجح في هذا يعني. ايضا في اطار حرص الكابتن حسام البدري على الاحتفاظ بقوه الفريق، لانه احنا خدنا دوري وكاس لكن داخلين معترك افريقي صعب جدا، محتاجين قوه الفريق تكون موجوده في بدايه الدوري الجديد ان شاء الله. فتم الاعتذار للكابتن مؤمن زكريا عن عدم الاستعداد لتلبيه رغبته في انه يطلع معار لأحد الأندية السعودية اللي ألحت في طلبه وقدمت عرض للنادي، لكن
يمكن زي ما قالت الأخبار تم الاتفاق مع مؤمن زكريا على تعديل عقده وزيادة 2 مليون جنيه للعقد بعد الجلسة اللي عقدها مسؤول النادي مع مؤمن زكريا، وتلقى الأهلي كان العرض السعودي لضم مؤمن زكريا. مؤمن لاعب مؤثر يا باشمهندس جدا، تكتيكي من الطراز الاول، دفاعا وهجوما وتهديفا من الناس اللي اراها. يعني احنا عوض كثيرا الدور الذي كان يلعبه تريزيجيه. طيب يعني فكره ان انت كل ما يبقى عندك لعيب كويس ولعيب مؤثر تجي له عروض، ما هي العروض مش هتيجي غير للعيبه كويسه. طيب وانت نادي عندك ارتباطاتك وعندك احتياجاتك وعندك بطولات، ارفض وفاهم اللعيب اللي داخل النادي الاهلي، انت مش جاي ترانزيت. ايوه انت محترف، انت لا انت فعلا اكبر نادي مش محترف، انت محترف في نادي هو الاكبر في افريقيا وله امال وطموحات وتصنيف. ما تاخدنيش سكه. ايوه بس يعني مساله ان اللعيب يرى ان هو يعني لا ان انا سكه، لا غلط. الهلال السعودي قدم طلب لاستعاره عبد الله السعيد. طب والنبي قول لي بقى يعني كده وفلوس طبعا هتبقى المقارنه هتخلي الرؤوس تهتز. اللعيبه برضه، ما هو اللعيب دلوقتي بيحسبها لك بقى بالعمله المحليه، تضرب في كام وتعمل في كام، يلاقي نفسه بيضرب في 60,000. كل اللي فات كوم والسنه دي كوم. والمقارنه ما بين النادي والنادي وظروف نادي ونادي لا تسمح ان انت تديله زي اللي هياخده. حتى لو تسمح ضرب من الـ من اكنك بتقتطع النادي في حته بعيدا عن مجتمعه. لا ما ينفعش. لا المساله مش مساله انت معاك فلوس ولا لازم اخدها منك. ايوه لا ده كان اخر خبر. يمكن الهلال السعودي طلب استعاره عبد الله السعيد، وفقا لمصدر قال اليوم السابع انه عبد الله تحدث مع الكابتن حسام البدري بشان تلقيه عرض مغري من الهلال السعودي، لكنه بالطبيعي جدا ان الاهلي والكابتن حسام البدري بعد ما تمت الموافقه على انتقال عمرو جمال معارا الى بيدفست الجنوب افريقي وتم ارسال بطاقه الانتقال ليه بالفعل، تم ايضا انتقال حسام غالي الى النصر السعودي وانتظم مع النصر، انتقل احمد حجازي اثناء الموسم، لكن تجيني عند احمد فتحي ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد لا بقى ما ينفعش. لازم تحتفظ بقوتك. لا لا مش كل المسؤولية. يعني واللعيبه نفسها خلاص تبطل تقول الكلام ده دلوقتي، تبطل تقول الكلام ده دلوقتي. والاخلاص لاننا السندباد مش احسن مننا في حاجه. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي دايما وابدا المكون العام بتاعه التاريخي الاخلاص. الاخلاص في العطاء، الاخلاص في الانتماء، الاخلاص في التفاني لخدمة الاهلي. الاهلي اللي بيميزه في الملعب ان لعيبته عندها اعلى قدر من الاخلاص. ولو ما حصلش اخلاص الناس اللي بتلعب وبتسمعوا على روح الفانيلا الحمراء وبتسمعوا على الروح القتالية العالية ورفض الهزيمة، كل ده هدفه أو سببه أو المنطلق بتاعه الإخلاص. ما في عمل في النادي الأهلي بينجح إلا بالإخلاص. لكن لما قعدنا نتكلم في مضمون الفقرة وفكرتها صممت أنت على الإخلاص، والسندباد مش أحسن مننا في حاجة. شوف أستاذ إبراهيم كما تفضلت حضرتك، مش الرياضة، الحياة، الدين، العمل، السياسة، الحرب، الوطن. أنت مفتاح أي نجاح. كلمة. كلمة بتغلف الإنسان بمضمون اسمه الإخلاص. يعني إذا أنت بتعمل عملك أمام المكنة اللي بتشتغل عليها هتنجح، ويبقى إنتاجك في بالإخلاص في نجاح. صحيح. حتى الدين. اذا صليت وانت سرحان هذه صلاه سرحان. اذا
صليت في غير أوقات الصلاة هذه صلاة كسلان. أي. إذا صليت عشان الناس تشوفك وانت بتصلي ولكن لا تعمل بما تأمرك به الصلاة هذه صلاة رياء ونفاق. أي. الصيام الصيام إذا صمت عشان الناس يقول عليك صايم يبقى صيام منافق. إذا صمت واغتبت الناس يبقى صيام شتام هجام، ربنا لا يقبل صيامه. أيوه. إذا صمت وأنت بتخدع الناس وبتغشهم يبقى صيام غشاش، صيام مخادع. إذن في كل عمل تعمله لازم تبقى بتخلص في العمل. أيوه. مش بتتظاهر بيه وما بتعملش بيه. مه. نيجي في النادي الاهلي، اذا حبيت النادي الاهلي انت مش بتحبه عشان ترقص وتقول جون جون اهلي ومش عارف، لا، انت تعمل في النادي الاهلي في الرياضه. يعني النهارده الست اللي بتجيب ابنها الصبح علشان تمرنه دي ست مخلصه عايزه تعمل بطل من ابنها. أي. وترجع تجيبه بعد الظهر وتوديه المدرسه تعمله سندوتشات، هذا الاخلاص اللي بيعمل البطل. أي. النادي الاهلي يغلف كل اعماله الاخلاص. والحقيقه استاذ ابراهيم والله يمكن كنت لاملك حاجات كتير جدا، ولكن ازعم ان انا كنت املك الاخلاص وانا بعمل في النادي الاهلي. وزي ما قلت قبل كده كثيرا ان انا كان الاهلي بيروح معايا على البيت وينام جنبي على المخده. صح. وكنت اتنكد لما الاقي كلمه وحشه عن النادي الاهلي ما يهدليش بال غير لما اصوبها وارد عليها بالحق والحقيقه. ممكن الاخلاص ده يكون وصل للناس فربنا في وقت ما يكافئني ويرد غيبتي لما حد يتقاول علي. تبص تلاقي اخلاصك هو اللي بيرد على الكذب اللي بيحصل والتشويش اللي بيحصل واللي مش عارف ايه اللي يقول لك اصله اتطرد من النادي واصله اقل. هرد على ديت لكن قول لي بس السندباد، ايه حكايه السندباد؟ السندباد بقى انا عايز اقول للناس فكرتني بحاجه مهمه جدا. الجمعيه العموميه في مشكله، في ازمه بينك وبين اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه بتقول لك اذا الكتالوج بتاع اللي بعته لك ما مشيتش عليه مش هعتمد لك اللائحه. من ضمن الكتالوج بتقول لك الجمعيه العموميه على يوم واحد وفي المقر الرئيسي للمؤسسات والانديه. طيب احنا النادي الاهلي يرى ان النصاب القانوني المقرر للنادي الاهلي 12500 صعب على هذا الوقت الضيق من 7 من 9 صباحا ل 7 مساء. ابتكر حلول يراها اللجنه الاولمبيه غير قانونيه ويراها الاهلي قانونيه. لكن مشكله الازمه فين؟ ان احنا مش بننقي القانون عجبنا ولا لا. القانون فيه غلطه بس هو غصب عنك هتخضع له لحد ما نعدله. فالاخلاص خلانا ان احنا نتبنى موقف الموضوع مش مستحق نصطدم، لاني اعول بقى على ايه؟ اخلاص من نوع تاني. اخلاص اعضاء الجمعيه العموميه والله لو اقول لكم 5 ساعات بس وفي الصحراء روحوا واثبتوا ان النادي الاهلي قادر على انه يفرض كلمته بإرادته. هو مش هيفرض عليك الارشاديه الا لو ما النصاب القانوني ما اكتملش وخدت الاغلبيه الثلثين من النصاب القانوني. اذا هذا الامر في ايد مين في الاخر؟ في صعوبه. وهو في ايه في الحياه ما فيهوش؟ ده الاساطير بتاعتنا استاذ ابراهيم. ايوه. بتتبنى فكره الصعوبه عشان تعلي لك من قيمه الاخلاص. ايوه. فانا يعني السندباد اللي قريناه واحنا صغيرين كلنا كان يروح يخطب بنت السلطان فيقول له مهرها في جوهرة في بطن حوت في بحر الظلمات. دور بقى شوف الصعوبات. يروح رايح السندباد يركب مركب الدنيا تهيج والبحر يهيج ويقع في البحر وهو بيغرق يجي الروح يصطاده وياخده ويرميه مش عارف فين. لا. قصة كل مصاعب الدنيا بيتحملها وينجو منها عشان يجيب الجوهرة اللي يجيبها في الآخر ويروح يجوز بنت السلطان.
هو سندباد احسن مننا؟ لا، احنا كلنا سندبادات عصرنا، والاهلي جوهره، والاهلي هو الجوهره، احنا عايزين الاهلي يبقى الجوهره بتاعتنا يا عم. يقول لك يوم يقول زي فكره، هي اللي هي 25 ولا 30؟ هو الفكره ان مش انا ما يقول لي هي 25 اقول له مش عجباني اقوم اي 30، لان مش هينفع. ايوه، انما الفكره اللي تنفع ايه؟ اذا قال لي 25 اكسب ولا بقى احسن 25، يقول لي 15 وهو عايز يوقعني اكسب وانا 15، يقول لي 40 اكسب وانا 40. هذا هو الاخلاص اللي يخليك تمشي صح وتفكر في ناديك صح. فانا عشان كده ما كنتش منشغل قوي ان اخش معركه يوم ولا يومين. يوم لا، طب ما اقول لك حاجه، طب ما في، ما نقول يوم واحد بس نقول لهم لا، من 7 صباحا لواحدة مساء، والناس هتجيلك، واخد بالك؟ تمد الوقت في اليوم. انما انا ما اديش لحد يتلكك لي، انا مش بقول مين صح هنا، انا قطع النادي الاهلي صح، والنادي الاهلي هدفه ايه من الليله دي؟ ان الجمعيه تكتمل، يعني يوم او يومين الجمعيه تكتمل. لكن كمان ان احنا نحطها عشان تبقى انتخابات، دي قصه تانية هتنقلنا بقى ومناقشه الميزانيه فين وبتاع والكلام ده. الحلول كثيره، لكن لو رست يقولون على يوم ماشي يا سيدي تاهت الاناه. هتقول لي بقى 7 مساء، هقول لك لا كده انت بقى بتتعند، واخد بالك؟ انا اخد يوم تاني من 7 لـ1 بالليل في نفس اليوم، ولا الانسان دي لا مش عارف، ده اقتراح الله اعلم. انا بفكر بصوت عالي من اخلاص النادي، انا مختلف، انا مش عايز اصطدم، هذا خلافي، ومش عايز تبقى دي جوهر الكون بتاعي، وانما مجلس اداره عليه ان يتخذ ما يراه، طالما ان هو المتحمل المسؤوليه لازم يساعده ان يتحمل مسؤوليته بطريقته. احنا دورنا ان احنا بنناقش لائحه وبنقدم حلول وبنقدم وجهات نظر. اللائحه دي كانت مطروحه للحوار المجتمعي، وكان جزء من مسؤوليتنا نقول راينا فيها، دي موافقين عليها، دي عايزه صياغه. والحمد لله ان بعض الملاحظات اللي قلناها على الهوا مع الدكتور فضل الله وصلت لل، وفي غيرها يعني لو يسمحوا لنا نقولها لهم يعني. انت لو تسمح لي كمان، الحقيقه المهندس عادل القيعي، انا كتير لما بلاقي حرج ان انا اديله جزء من حقه وهو يجلس الى جانبي، كتير فعلا حرج الموقف وحرج الشراكه اللي انا سعيد بها جدا في تقديم ملك وكتابه مع قيمه اهلاويه كبيره جدا وتاريخيه، كتير لما بلاقي هذا الحرج. لكن ان يتعرض المهندس عادل القيعي لاي محاوله للاساءه لتاريخه وقيمته، ساعتها نرجع للاصل، الموضوع الرد على اي افتراء والرد على اي تجريح والرد على اي اساءه والرد على اي صغائر ما يكونش الا بحقائق الامور. ملك وكتابه ما اكتسبش ثقه الناس وما اكتسبش قبول الناس ورضاهم وتعلقهم بيه واقتناعهم بفكرته الا لانه المكون الحقيقي للبرنامج في جزء من منهجيته اكتفى واستند على الوثيقه. ما بيتكلمش كلام مرسل، ما فيش ادعاءات. لما تيجي تقول لي المهندس عادل القيعي اللي الكابتن صالح سليم عليه رحمه الله استغنى عنه بشكل مهين من النادي الاهلي وطرده من النادي الاهلي، اقول لك طيب الكلام ده حصل انه المهندس عادل ساب مقعده كمدير للنادي وراح مدير لنادي الجزيره بعديها، بعديها ب10 اشهر، بعديها ب10 شهور، ما كنتش في سنه 98 سنة 98، يعني من حوالي 20 سنة أو 19 سنة، يعني الشاب اللي كان عنده أو الطفل اللي كان عنده 10 سنين وقتها ما كانش يدرك المسألة، دلوقتي بقى عنده 29 سنة ومعاش هذه اللحظة ومعرفش إيه القصة. عشان كده جزء من حقيقة الأمر نرجع للفترة نفسها. رجعنا معاكم لمجلة الأهلي في أكتوبر سنة 1998. كابتن صالح سليم عليه رحمة الله دعا إلى حفل كبير لتكريم المهندس عادل القيعي اللي خرجه من الأهلي بشكل وحش ومطرود ومهين، بيكرمه في أحد أكبر فنادق القاهرة. وقتها هفكركم كانت مجلة الأهلي غطت هذا الحفل بهذا الشكل،
بس الكلمة كده المايستر والزعيم ده هم اللي بيقولوا في تكريم القيعي. بس استنى قبل ما تقول دي عشان لا خلينا اقول النص اللي اتكتب وقتها وهسيبك تقول اللي انت عايز تقول. ماشي انا مش عايز اقول لكنه ولا كنت عايزك تقول ما كتب من الاهلي وقتها وكان رئيس التحرير الاستاذ عبد المجيد نعمان بكتابته في اعلى قاعة في فنادق القاهرة احتفل مجلس ادارة النادي الاهلي مساء الاربعاء قبل الماضي كان بالمناسبة 23 سبتمبر 1998 بتكريم المهندس عادل القيعي المدير العام السابق في الأهلي وتواكب مكان التكريم المرتفع مع قيمة القيعي وحجم إنجازاته وولائه للأهلي خلال فترة عمله تصدر صالح سليم رئيس مجلس إدارة الأهلي قائمة المستقبلين وبرفقته حسن حمدي وكيل النادي وإبراهيم المعلم أمين الصندوق وحسام بدراوي وسفير نور وطاهر أبو زيد ولفيف من رجال الأهلي ومسؤوليه وفاجأ عادل إمام فنان مصري الأول الجميع بحضور الحفل قبل وقت طويل من موعده وظل عادل إمام وسط الحاضرين حتى اللحظات الأخيرة وبعد انصراف معظم الموجودين وهو وفاء رائع من عادل إمام إلى صديق العمر عادل القيعي وكان زميلين وصديقين خلال دراستهما في كلية الزراعة بجامعة القاهرة في الستينات ومعهما الصديق الثالث صلاح السعداني الفنان الكبير وحرص القيعي وللمرة الأولى على اصطحاب زوجته الدكتورة راجية أستاذ الباليه بالمعهد على اصطحاب زوجته الدكتورة راجية عاشور الأستاذة بمعهد الباليه وولده وابنته لحضور الحفل الراقي تولى المهندس إبراهيم المعلم دور المتحدث في الحفل وهو الدور الذي لعبه عادل القيعي على مدار سنوات طويلة وأكد المعلم في كلمته أن القيعي نال احترام الجميع طوال فترة عمله وأنه قدم للأهلي كل الوقت والجهد والإخلاص وحقق نجاحا كبيرا جدا في تاريخ النادي الأهلي وفي كل ما أسند إليه من أعمال وتحدث الكابتن صالح سليم مشيرا إلى أن القيعي صديق عزيز وأحد الأوفياء دائما للأهلي في كل المواقع وخارجها وطالب صالح سليم الجميع بالعمل لصالح النادي كما فعل القيعي لأن الولاء للأهلي لا يكتمل بالكلام والتصريحات ولكنه يتأكد دائما بالعمل الجاد والتفاني في خدمة الأهلي الذي صنع الجميع زي ما قال الكابتن صالح وأخيرا تحدث الفنان عادل إمام فأطفى على الحفل كثيرا من الابتسامات والضحكات والذكريات الجميلة قال عادل كاد عادل القيعي وصلاح السعداني المتعصبان للأهلي أن يجعلاني كارها دائما لهذا النادي العريق خلال فترة الدراسة في كلية الزراعة وهو أمر يعكس حجم حب القيعي للأهلي منذ سنوات طويلة بل في بداية صباه وأضاف الفنان الكبير لكن سياسة القيعي الذكية وأسلوبه الهادي المقنع قلب الأمور لمصلحة الأهلي في النهاية واقتنعت بأن اكتمال حب الإنسان ده عادل إمام بيقول اكتمال حب الإنسان لبلده لا يكون إلا بمحبة الرئيس جمال عبد الناصر وحب النادي الأهلي وضحك عادل إمام وقتها وقال وحب عادل إمام كمان وتحدث القيعي بخجل شديد جديد عليه ده إفيه كابتن نعمان بطريقته ووجه شكره لمجلس إدارة الأهلي على ثقته الطويلة لمدة 6 أعوام وأكد أن المجلس الناجح هو الذي تسبب في كل النجاحات التي حدثت وفي توليه هذه المسؤولية في هذا التوقيت وأبدى القيعي اعتذاره الكبير لأسرته الصغيرة التي انشغل عنها طويلا وحان الوقت للتفرغ لها وإعطاء زوجته وولديه ما يستحقون من وقت وجهد في رعايتهم وشكر القيعي كل الجهات التي تعاملت معه وأنهى حديثه بأنه يعترف دائما بأنه لم يتمكن من تحقيق كل أحلامه للأهلي وأنه يتمنى أن يعيش دوما قادرا على تحقيق كل ما يحلم به النادي الأهلي لكنه قدم كل ما يمتلك من جهد وإخلاص وتمنى كل التوفيق لخليفته وصديقه الحميم الأستاذ ممدوح عبد الحكيم مدير عام النادي الذي خلفه. شايفين الأستاذ ممدوح عبد الحكيم في الصورة آخر صورة تحت شمال ده ممدوح عبد الحكيم عليه رحمة الله اللي تولى بعد الكابتن عادل القيعي مهمة مدير النادي. كابتن صالح في كلمته باشمهندس من 20 سنة الأهلي بيكرمك الأهلي بيشكرك
والكابتن صالح سليم بيقول فيك مقاله، فأعتقد مفيش بعد كلام الكابتن صالح ومفيش هذا التكريم في هذا التوقيت بعد انتهاء هذه المهمة أي رد على أي كلام صغير. أستاذ إبراهيم اتفضل. تعرضت لهذه الحملة من أكثر من شخص، وكنت دائما بقول لما الكابتن صالح سليم وأنا في نادي الجزيرة يستدعيني يقول لي أنت بتعمل إيه، أنا عايزك، فأروح له النادي الأهلي ألاقي حشد في أوضة محرم الراغب ويقول لي أنا رايح أستلم جايزة نادي القرن في جنوب أفريقيا، أي رأيك إيه ونعمل إيه ونسوي إيه والدنيا تمشي إزاي، وبعدين يقول لي أنا عايز أخدك معايا. أليس هذا الرحلة التاريخية التكريم الذي يفوق الأحلام؟ أي أكون الوحيد من النادي الأهلي الذي يصطحب اصطحبه الكابتن صالح وأنا من خارج النادي الأهلي وقتها، أنا كنت في مدير نادي الجزيرة. على فكرة أنا ما سبتش الأهلي عشان أروح الجزيرة، أنا قعدت 10 شهور في بيتي. وفي أسباب أنا مش بفصع عنها، لأني لو كنت أفصحت عنها للكابتن صالح كنت شرخت المجلس ده. واخد بالك؟ كان في حاجات بتحصل قدامي وأنا رافضها، وكان بيتم عليا ضغوط واستقطابات لحد الساعة 3 الصبح والفجر، لدرجة إن بعض أعضاء مجلس الإدارة وإحنا كنا أسر كلنا أصدقاء ومعانا زوجاتنا ما كانوش بيستحوا ان يطلبوا مني طلبات كما انهم بشتغل عندهم في وجود عادي، عايزينك تعمل كذا بقى وتقف معانا في كذا بقى ومش يا جماعه عيب، ده النادي الاهلي. انا مش هقول اسماء، مش دي فتره انا قررت ان انا اتحملها انا. فاستقلت، وكابتن صالح حتى قابلني بعديها في سيدي عبد الرحمن، لان هو كان في قريه الدملماسين وانا كان عندي بيت هناك على الطريق وراه. ففي راجل اسمه سلومة عنده سوبر ماركت. فرايح في الصيف بقى بعمل حاجة فبشتري من عنده قال لي انت فين؟ ده الكابتن صالح كان عندي من ساعة وسأل عليك، هو انت جيت ولا لا؟ قلت له لما قلت له انا لسه واصل، وبعدين كان اخويا معايا، قلت له ما تيجي نفوت على الكابتن اللي يكون عايز حاجة. رحت للكابتن لقيته على البحر. فبقول للسفراجي لا سيبه ما خلوش، قال لي لا هيزعل لو عرف ان انت جيت لازم ابلغه. جالي الكابتن صالح والشرطه عليه الرمله بتاعه من البحر، وقعدنا اكتر من ساعتين مع بعض. وفي الاخر قال جمله حضرها اخويا حتى وانا احنا نازلين، ما كنتش عارف تستنى نمشي مع بعض. نمشي مع بعض؟ والله اقسم بالله حياه النعمه دي. قلت له يا كابتن صالح كان في ظروف مش عايز اتكلم فيها. قال لي لو عوزت منك حاجه عادي. قلت له اهو ده سؤال ملوش لازمه بقى كابتن. انت تعلم ان في اي وقت هتشاور لي حاجه جاري، مش ضروري بصفه رسميه ولا كل صفه، اللي انت عايزه انا موجود يا كابتن صالح. لما نزلت اخويا بيقول لي الله، يعني الكابتن صالح ما كانش زعلان منك؟ قلت له انت كمان هتصدق الكلام الفارغ اللي بيتقال؟ انا قدمت استقالتي يا حامد ده اخويا. طبعا. وانا محتفظ باسبابي. واخد بالك؟ للحفاظ على علاقه الكابتن صالح بعض الافراد اللي كانوا حواليه، وكانوا يخططون الله اعلم كلهم يعني واحد ورا الثاني اتبعدوا، النهارده يظهروا في المشهد عشان يعيدوا الاساءه. النهارده في ناس بتسيء، وانا ما كنتش ناوي اتكلم في الموضوع ده، انت بس بتنكأ جروح كده. على العموم امشي عيد اللي احتار عدوك فيك، لان اللي بيتكتب من كتر ما متفبرك بيناقض بعضه. صحيح. يعني انت في واحد بيقول لك عدل القيعي ويقول لي رفض من المهندس محمود طاهر 70,000 جنيه وعربيه ليه عشان يروح يشتغل في نادي وصنفه انه اقل من نادي الاهلي؟ لا، مفيش نادي في العمل، مفيش نادي اقل من نادي. انا رحت لاقبل تحدي جديد لان انا ما بحبش اقعد في بيتي. انا بحب الشغل. والحمد لله رحت حققت 300% من المستهدف الحمد لله. وكنت المبلغ اللي كاتبه بقى ده اللي انا رفضته، اراد ان يطعنني فكرمني. لان انا كنت بشتغل ب 35% منه في نادي بيتروسبور. فقلت لهم اللي يسيب بقى ال 70,000 جنيه عشان ياخد تلتهم. ده بيجري ورا الفلوس ولا بيجري ورا راحه البال؟ والمبدا وانه يشتغل باخلاص
لما يلاقي نفسه في حاجة هتعوق هذا الإخلاص وتصطدم بيه بيبعد. صحيح. فأنا محدش ربنا اللي بيكرمني ويجعل يعني رمحه في مش مهندس. أنت قيمة نحن. كبيرة وأنا الكلام دلوقتي عنه ممكن يبقى مجروح، بس ما دام هنرجع للتاريخ ونرجع للأرشيف هقول لكم أنا قلت إيه في حق هذه القيمة الأهلوية الكبيرة جدا برضو من حوالي 19 سنة، أو بالفعل هي في أول أكتوبر 98 في هذا العدد من مجلة الأهلي في حفل تكريم المهندس عادل القيعي من قبل الكابتن صالح. أنا كتبت بحق هذه القيمة هذه الكلمات: المهندس عادل القيعي نموذج من الانتماء والعطاء والإخلاص للأهلي يحتاج أن يتدارسه الكثيرون هذه الأيام. هذه الأيام كانت وقتها في 98، ما زالت هذه الأيام موجودة وقائمة وسارية، وتحتاج منا فعلا أن نتدارس مثل هذه القيمة في عطائها وإخلاصها التاريخي للنادي الأهلي. بالشيء يذكر يا أستاذ ده العدد ده غريب جدا. أيوه. يا ريت تجيب لي منه نسخة، لأنه ده عدد يا جماعة مش بس بيأرخ ليا على المستوى الشخصي يعني، وبيرد بينصفني بيه أنا 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 نسيه. إبراهيم دلوقتي بيفكرني، لكن لما أنا بتصفح هذا العدد زي ما انت رصه قدامك دلوقتي ومصور صفحات منه. أي. ده الحدث ده بيوثق لمجموعه من الحاجات اللي هي اليومين دول العدد ده مرجعيتها، او اولها ان الاستاذ ابراهيم المنيسي نفسه ده كان اول عدد يمسك فيه رئيس مدير تحرير. الكابتن نعمان، واعتقد حامد عز الدين كتب لك حاجه اهو. ده تهنئه من الكاتب الكبير الحقيقه. فانت هنيتني وحامد عز الدين هناك، وما كانش تربطني بيك علاقه وقتها. ما كناش طبعاً. نعرف بعض على المستوى الوثيق. نعرف بعض على صفحات الجرايد ونسلم على بعض من بعيد. ولا كنا نادر ان احنا هنكون ثنائي في يوم من الايام. أيه. لكن هذا كلام سابق ب 20 سنه لما نعيشه اليوم. ايوه. الكلمة دي اتقالت في حقك، وأنت قلت كلمة في حقي. كابتن صالح يعني ربنا يرحمه يعني بيرد على الناس كلها يعني وكأنه حي. ايوه. ما تتقولوش على الراجل ده بالكد. ايوه. واخد بالك؟ وكرمني وخدني معاه جوهانسبورغ، واستلمنا جايزة نادي القرن، وكل الكلام ده يعني هو ده الرد العملي عشان حاجة واحدة بس. الإخلاص. كابتن صالح شاف مني إيه؟ إخلاص. صحيح. شاف مني إيه؟ أنا لا كنت صاحب نفوذ ولا كنت رجل أعمال، ولا أنا راجل بحب النادي الأهلي بعبلي كده. وبتطور وبطور نفسي على المناصب اللي تقلطها في النادي الأهلي. الراجل شافني صاحي نايم آكل شارب. أنت بعد الجزيرة رجعت الأهلي. هو اللي طلبني. أيوه. والكابتن حسن قالوا لي عايزين. أخطر كمان. قال لي كلمة. فاكر يا عادل الحلم اللي كنا عايشينه بتاع ان احنا نحول النادي الاهلي الى شركه؟ هذا توقيته. قلت له طب هنعملها ازاي يا كابتن؟ ده ما فيش لوائح. قال لي تيجي تعمل اداره، واول ما تنجح في هذا الامر الاداره تندمج في الشركه وانت تتولاها. وكان هذا هو الهدف. وحتى انا ماليش زي ما بيقولوا ايه جوب ديسكريبشن، ماليش مرجعيه. انا عملتها. انا عملتها. أيوة. انا تخيلت ايه المسؤوليه عشان انجح في عملي. حطيت الثلاث كلمات السحريه: ماذا تريد، ماذا تملك حتى تحقق ما تريد، ماذا ينقصك لتستكمل ما عندك لتحقق ما تريد. وحطيت الثلاث المعادله دي قدامي واشتغلت عليها، ودي قصه اخرى. والحمد لله عملت الشركه، وخد مجلس الاداره القرار، ولكني لم اعين. اللي بقول لك ده رجل حسن حمدي. مين اللي ما عينيش؟ كابتن حسن. حسن حمدي. اكرهه؟ لا، هذا رجل مخلص للنادي الاهلي، وانا ما بحسبهاش على المكاسب والمصالح الشخصية. الناس اللي ما بتعرفش تحسبها غير مصالح. ما كرهتش الكابتن حسن. احترمت دوافعه. واخد بالك؟ لكن ناقشته فيها، قلت له دي غلطه. دي غلطه يا كابتن. اللي عينوه مكاني قعد 4 شهور ومشي، واللي جه بعديه قعد 6 شهور ومشي، وهكذا. لما جت القناه، وانت تعلم الاي ار تي ومسك اختاروني مديرا للقناه. ايوه. وكلمني الدكتور سامي عبد العزيز مبروك. قلت له كابتن حسن رايه ايه؟ قال هنقول له بكره بالاجماع.
ورفض الكابتن حسن قال لهم انا محتاج عدل جنبي. اذا انا لو انا راجل بحسبها بالمصالح ده انا ازعل من الكابتن حسن، مش هبقى راجل الكابتن حسن. صحيح. لا انا ما بحسبهاش كده، انا بحسب مدى فائده النادي الاهلي مننا كلنا. طيب هي دي مرجعيه النادي الاهلي، احداثه هي اللي شايله. ده العدد ده فيه حاجات تانية. صحيح. في حاجه تاريخيه بترد على اللي بيحصل النهارده. الحاجه التاريخيه الحقيقه اللي الكل بيذكرها بشكل قوي جدا وواضح، ما حدث في نهايه ديسمبر 98 جمعيه عموميه للنادي الاهلي كانت معنيه بمناقشه واحده من اهم الازمات اللي حصلت للكابتن صالح في اداره فرع النادي الاهلي في مدينه نصر، وما حدث بشأن مجمع السباحة وتحديد رسوم استخدام الأعضاء لمجمع السباحة. أزمة كادت فعلا تحدث تداعيات كبيرة في النادي الأهلي. وقتها بعد ما عقدت الجمعية واكتملت، الكابتن صالح عمل مؤتمر صحفي، وأنا أحب دايما وأبدا بالذات مع الناس اللي توفاهم الله وهم في دار الحق، محدش ينفع يتكلم على حد رحل إلا بوثيقة مكتوبة موجودة. سهل جدا على أي حد يقول على أي إنسان كان كذا وكان كذا وكان كذا وعملت كذا وقال لي كذا بدون سند مكتوب. السند المكتوب القائم اللي موجود هو ده المعيار الحقيقي اللي تقدر تقول ده حصل ولا ما حصلش. في مجلة الأهلي في هذا العدد اللي المهندس عدلي أشار إليه صادر في أول أكتوبر 1998 كان في تغطية لهذا المؤتمر المهم جدا. صالح سليم يتحدث بوضوحه المعتاد. ده بالضبط في 15/10/98. صالح سليم يتحدث بوضوحه المعتاد. سعادتي كبيرة بانعقاد الجمعية العمومية وضايقني هتاف الأعضاء باسمي. الناس صالح صالح صالح، قال لك أنا ضايقتني، أنا عايز الهتاف يكون للأهلي. رغم انهم رايحين متضايقين. طبعا كانوا رايحين بيناقشوا. صحيح. لن استقيل ولا افكر في الانتخابات القادمه، وامامنا ما هو اهم، ارفض مبدا التعيين. كان على انه لو المؤتمر لو الجمعيه سحبت الثقه ولو عينوني رئيسا للنادي الاهلي لرفضت. وقال طلبوا منا تعديل اللوائح ووضعنا تصوراتنا ولم يحدث اي شيء. ده الكلام اللي قاله كابتن صالح. لكن في جزئية تانية مهمة جدا لعلها تكون نبراس للوضع الحالي في علاقة وحدة الأهلي وضرورة حث الجميع على التمسك بوحدة الأهلي، ومدام لينا مرجعية ومدام لينا تاريخ ومدام لينا جذور لازم نحتفظ بهذه القيم وبهذه المرجعية. لما ألاقي كابتن صالح سنة 98 بيقول نغمة أهل مدينة نصر مرفوضة ومدسوسة والأهلي كيان واحد، اتهموا الأهلي بعدم الوطنية لإثارة الجماهير ضده، هل هذا معقول؟ وبتكلم كابتن صالح على الوضع الحالي وقتها في الكورة ومستوى الفريق. بس أنا هقول لحضراتكم اللي قالوا في حكاية النغمة المرفوضة. وجه أحد الحضور سؤالا للكابتن صالح خلال المؤتمر عن ما حدث في موضوع مدينة نصر، رد المايسترو هذه نغمة مرفوضة ومدسوسة ولا وجود لها في الحقيقة ولا يجب أن توجد في ذهن أحد، لأننا عندما أقمنا فرع النادي بمدينة نصر كان بهدف اعتباره امتدادا للنادي الأهلي، والعضو العامل بالنادي الأهلي له كل الحق في استغلال قوى النادي هنا وهناك. النادي الأهلي كيان واحد، يجب أن يكون هذا المعنى راسخا في أذهان كل أعضاء النادي الذين لهم كل الامتيازات المتساوية، سواء الذين يجلسون بمقر النادي بالجزيرة أو بالمقر الثاني في مدينة نصر. وهناك شائعة من أعضاء الجزيرة بأن أعضاء مدينة نصر هم سبب ما حدث في الجمعية العمومية، وأعضاء مدينة نصر يتهمون أعضاء الجزيرة، وهكذا. بيقول الكابتن صالح تأتي الاتهامات متبادلة، وأقول أننا جميعا أعضاء في النادي الأهلي وهو وحدة لا تتجزأ، ويجب ألا نسمح لأحد أن يشيع ما هو غير ذلك، لأن هذه هي سر مكانة الأهلي الراسخة، وحدته وقوته، والعضو هنا هو عضو هناك. ممكن أقول فضل. طبعا كلام محسوم لأنه كمان اترفعت قضية كابتن صالح، كان موقفه واضح وكسبها في الآخر. أي. إن الانتخابات في المقر الرئيسي ومفيش أي لجان تتعمل في أي فروع. أي.
لكن اللي انا عايز اقوله هو الكلام ده من باب العند، من باب رفاهيه المواقف، ولا على ارض الواقع ممكن يحصل ايه؟ تعال نتخيل الجمعيه العموميه في اكتر من مكان. طيب انت هتعملها في اكتر من مكان عشان تريح الناس، خلاص المنطق بتاعها كده او ده الهدف. طيب هتفصل عضويات الجزيره، وتفصل عضويات الشيخ زايد، وتفصل عضويات مدينه نصر، بحيث ان كل واحد يروح ينتخب في المقر بتاعه. يبقوا اللي رايحين ده كلهم اعضاء مدينه نصر، واللي رايحين ده كلهم اعضاء الجزيره، واللي رايحين ده اعضاء الشيخ زايد. لو حدث هذا تبقى كارثه. ليه؟ هتبدو وكانها مباراه مين صاحب التاثير الاقوى، فتطلع النتيجه بتاعه تاييد موقف ما في الجزيره اعلى من مدينه نصر. يقولوا له ما احنا الاساس واحنا اللي كلمتنا مشيت. طب مدينه نصر هي اللي حسمت الاغلبيه لصالح موضوع ما، راحت عليكم وهكذا. هذه خطوره. لا هنعملها، يرد عليك واحد تاني يقول لك ايه، هنعملها الفابيتك، بحيث ان احنا ما نقولش مين في مدينه نصر ومين في الجزيره ومين في الشيخ زايد. يبقى هنقول من الالف الى الجيم مثلا في الجزيره، من الجيم الى السين في مدينه نصر، من السين الى شوف ايه في طب ما انت لو عملتها كده يبقى عضو الجزيره ممكن يروح مدينه نصر، وعضو مدينه نصر يروح الجزيره، يبقى عملت ايه؟ ما ريحتش حد. لكن يشاء القدر برضه ان يبقى عندك في الشيخ زايد وعندك فين؟ في مدينه نصر. النقطة المركزية اللي نقطة الالتقاء فين؟ بالصدفة كمان جغرافية، هي الجزيرة. هو الأقرب لمدينة الشيخ زايد، هو الأقرب لمدينة نصر. يبقى من باب كل شيء، من باب البيت الكبير، في حد امبارح كان بيقول البيت الكبير، هو ده البيت الكبير. اه كان أحد برامج القناة على فكرة. البيت الكبير وأنا موافق على البيت الكبير. هو ده البيت الكبير، هو ده الدوار. أيوه. اللي لما تيجي تعمل فرح كل العيلة تروح تعمله فيه. أيوه. مناسبة وفاة كل العيلة تروح تعملوا فيه. الناس بتبقى عايشة في البلد، لا ده بيقولوا اللي قاعد في القاهرة ولا قاعد في اسكندرية ولا بيشتغل مش عارف في البحر الأحمر، كله يجي يروح يتجمع في الدوار. حاج بيقول لك مشقة. هذا طرف لا ينبغي إن احنا نقسم الناس على أساس. هذا رأيي وما فيهوش هجوم على حد على فكرة، دي وجهة نظر، حاجة مطروحة للحوار المجتمعي. أبوحه بآرائي علنا، مش بطعن حد من ظهره. بمناسبة الشيخ زايد، العدد ده نفسه في أكتوبر 98 كان الأهلي والكابتن صالح بيحتفوا بوضع حجر الأساس لهذا الفرع. هقول لك في الموضوع الدوبلي ده، نفس العدد، نفس العدد، غريب جدا. يوم تاريخي الأهلي يحتفل بوضع حجر الأساس للهرم الخامس بمدينة الشيخ زايد. وزير التعمير وقتها بيقول الأهلي الرائد دائما في كل الميادين الرياضية والاجتماعية، ونجوم المجتمع والفن بيلبوا الدعوة. كابتن حسن حمدي بيقول طموحاتنا بلا حدود، ومجلس الإدارة بيحتفي بوضع حجر الأساس في هذا التوسع. عشان كده دي فكرة النادي الأهلي يا جماعة، أجيال بتسلم بعض. الشيخ مدينة نصر أعتقد كانت المبادرة والتحرك من الفريق مرتدي. يعني أنت عايز تقول هتسمعنا أغنية أجيال بتسلم بعض والكل في واحد النهاردة؟ عايز تسمعها؟ لازم نسمعها. جهزها وإحنا بنقفل يا شوارب. طيب، فزي ما حصل في مدينة نصر حصل في الشيخ زايد. كابتن صالح ومجلسه في 98 اشتروا الأرض، حصل قرار تخصيص، الأهلي خد الأرض. بعد كده الدولة رأت بعدها بتقريبا بعد وفاة الكابتن صالح، يعني بعد 2002 تم سحب الأرض وتم تخصيص أرض بديلة في الشيخ زايد، أقام مجلس الإدارة المبنى عليها، تم الإنشاء. ثم جه مجلس إدارة المهندس محمود طاهر استكمل مسيرة البناء وأعاد الافتتاح. بتسلم بعض والكل في واحد، زي اللي حصل في مدينة نصر من مجلس الفريق مرتجي لمجلس الكابتن الوحش لمجلس الكابتن صالح سليم، حدث أيضا بالنسبة للشيخ. وحتى لحد دلوقتي في مدينة نصر المجلس المهندس محمود طاهر بيطور ويوسع في أراضي، كله بيضيف. ما هو في أراضي لم تستغل في كل حتة. صحيح، فده طبيعي. وده دورنا ودور معيار نجاح المجالس. في نجاح طبعا للمجلس الحالي طبعا، الله، في نجاح في الانشاءات، في نجاح في النجاح في استرداد الارض المفقوده في الالعاب وفي كره القدم بشكل رائع. صحيح، الكامباك حصلت بسرعه. صحيح، ها صحيح. انما
لازم في إطار الحفاظ على اللي بيدعيهم كلمة موروثات على موروثات النادي الأهلي. الحفاظ اللي بيدعيهم كلمة كيان على كيان النادي الأهلي من خلال الحفاظ على موروثات ونقل هذا التراث وهذه المبادئ وهذه الثوابت للأجيال. إلى الأجيال القادمة عشان يستمر الأهلي في هذه الريادة. لأن لو عملت كات خلصت. لا لو غير بتغير أنت يعني الإنسان لما يغير يغير في الفشل، لكن التغيير على حاجات من أسباب نجاحك خطر. أجيال بتسلم بعض وكله في واحد. مع الأغنية نطلع لفاصل، وبعد العودة نشوف سر العودة، هو ليه الأهلي عنده هذه الريمونتادة التاريخية الإخلاص برضه في الوقت القادم. والله هتلاقيه الإخلاص هو ده السر. بعد الفاصل على الارض. صالح جمعه لوليد ازارو، الخطوره من وليد، وادي العرضيه، تعدي المتعب، عمرو بركات، جول! عملها بركات، عملها للمره الثانيه، بديل ناجح 10 على 10، عمرو بركات والفرحه دي بطوله وديه، مش ممكن تكون دي بطوله وديه، الفرحه عالميه، الفرحة عربية، الفرحة أهلوية لصالح عمرو بركات، لكن اللمسة من عماد متعب، خلص اللقاء، بركات خلص اللقاء. أهلا
اهلا بحضراتكم من جديد. ويبقى الاهلي ملك العوده. ملك العوده او ملك الرومونتادا بقى. قدرته على ان هو يرجع مهما تأزم الموقف، قدرته على ان هو يستعيد الفرحه لجماهيره مهما كانت صعوبتها، قدرته على انه يفضل يلعب لما بعد الدقيقه 90. اتقال بلس 90، اتعمل اكسترا تايم بقى بلس 120. اي وقت لسه فيه كوره في الملعب والصفاره لسه ما خرجتش بثواني، هيظل الاهلي قادرا على العوده. ليه كده؟ الاخلاص. الاخلاص، ما انت بتلعب باخلاص وامل وبكل ما اوتيت من قوه لحد اللحظات الاخيره. هو انا قلت لك الحلقه دي ليها اطار فلسفه الاخلاص. فلسفه الاخلاص اه، يعني يقول لك الروح من ايه؟ من الاخلاص. روح الاهلي، روح الفانيلا، انت تخلص لفكره الاهلي. فكره الاهلي فكره، عشان كده بنقول رمزيه المكان، رمزيه المكان ما ينفعش ان يشارك فيه. ما ينفعش الرمزيه انك تفتتها، رمزيه المكان. الاخلاص، يظل الاخلاص هو المعيار الذي يحاسب به او يكتب التاريخ. كلما تمسكت بالاخلاص والثوابت، كلما كفاك الظرف، الموقف، مش حظ. النتيجه مش حظ. الحظ يحالف المخلصين. هم بيقولوا المجتهدين، انا بقول لك المخلصين. لان احيانا تبقى اجتهاد بدون اخلاص. يعني انت بتجتهد لكن دماغك في حاجه تانية. انت مجتهد بطبعك، لكن اخلاصك للي انت فيه ده موضوع تاني. اخلاصك للاهلي هو السد. ولذلك اللعيب المخلص في الاهلي اهم من اللعيب الاكثر مهاره. طيب ما ممكن نقول بقى وانت اكثر، هو انت النهارده مين الاكثر تتويجا في بالالقاب؟ الاهلي على مستوى العالم. لا، لعيبه حسام عاشور هو الاكثر مهاره؟ لا، مش الافضل مهاره. هو الاكثر نجوميه؟ لا، هو الاكثر اخلاصا. فربنا كافئه بايه؟ ان التاريخ هيذكره هو صاحب الاكبر مشاركة. هو صاحب الارقام القياسيه، هو صاحب الاكبر مشاركه، هو صاحب الاكبر القاب، وينال الاحترام التراكمي. فتبص تلاقيه وهو بيبطل في اعلى نقطه. في اعلى نقطه الاخلاص. ده الاخلاص اللي بيحقق هذه العوده القويه، وما هياش وليدة اللحظة. الأهلي يا جماعة قيمته في جذوره، قيمته أنه مسنود على تاريخ طويل قوي، وتاريخ ضرب بجذوره فعلا في الأعماق. اللي بيحصل تراكم. روح الفانيلا الحمراء ما اتصنعتش بين يوم وليلة. القدرة على العودة ورفض الهزيمة والتمسك بإرادة النصر وقيمة العطاء والإخلاص والانتماء والتفاني، كلها معايير قيمية ما اتولدتش في لحظة، بنتها أجيال وغرستها أجيال. عايز أقول لك بعض الأمثلة على قدرة الأهلي دايما على العودة، خاصة في المباريات الكبيرة. بعض الأمثلة كمان على سبيل المثال، مش الحصر، سنة 45، وقلت لكم الحلقة اللي فاتت هو حظ المصري كده، حظ المصري البورسعيد إن هو في ماتشات الفاينل بيلاقي الأهلي قدامه. سنة 45 الأهلي بيلعب مع المصري نهائي كأس مصر، والناس قربت تفرح. المصري متقدم بجونين وباقي 10 دقايق أظن خلاص. فجأة الأهلي بيسجل أحمد مكاوي هدفين وحسين مدكور الهدف الثالث عشان يفوز الأهلي 3-2، بعد ما المصري فضل 80 دقيقة عايش لحظة الفرحة وعايش حلم التتويج. تتكرر تاني في 47 بشكل أشد قسوة على جماهير المصري وقتها، ويمكن الموقف اللي حصل من قطع الإرسال في هذه المباراة ربما ألقى بالبذرة الأولى في هذه العلاقة، لأنه المصري متقدم بهدف حمدي الزامك، الوقت القاتل، الإرسال قطع، الناس فكرت في بورسعيد، وكان وقتها الإذاعة دخلت مصر 34، يعني بنتكلم سنة 47 يدوب بقالها 13 سنة فقط. مفيش تلفزيون طبعا بدأ سنة 60، لكن 47 الإرسال يقطع والمصري متقدم.
فالناس فرحت في بورسعيد وخرجت للشوارع مستنية الاتوبيس اللي جاي بالكاس والفرح. قالوا لهم كاس ايه؟ ما الاهلي خده. خده ازاي؟ اتضح ان الاهلي في الوقت الضايع فؤاد صدقي يسجل هدفين عشان يحتفل الاهلي بالكاس ويحدث ما حدث. الاجيال الجديدة عاشت الفرحة الكبيرة في القدرة على العودة بالذات في نهائيات الكاس يا باشمهندس 78، وفكرنا الناس بالضربة بتاعت هيدي كوتي في مباراة الزمالك. الزمالك متقدم 2-1 بقى 12-13 دقيقة، يعمل التغيير السحر بتاع الخطيب وطاهر الشيخ، تتحول النتيجة من 2-1 إلى 4-2. مش بتتكلم على مباراة، دي بتتكلم على ظاهرة يا أستاذ إبراهيم. هتشوفوا أهداف 4-2 لأنه دي من المباريات. هو يوميها مش قلت لك إن الخطيب متعور؟ آه. قبل يقعد احتياطي ليه؟ وطاهر الشيخ عنده امتحان. وطاهر الشيخ كان خد اجازه عشان يتفرغ لامتحانه في اسكندريه. اه. ايه اللي جابه القاهره قبليها بيوم؟ اه. الاثنين الاخلاص. اه. فهيدي كوتي قال له خليكم جنبي يمكن احتاجكم. آه. ما بقوش مصدقين انهم هيلعبوا. ايوه. فلعبوا في اخر 10 دقايق قلبوا الموازين. اخلاص. نشوف اهداف 4-2. علي خليل وحيد كامل بيشرف الحكم. طه بصري جول 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 طه بصري جول جت في القائم ودخلت زي الرصاص. 1-1 لكن الزمالك ما تنسوش اهو الفاول، هنشوفه تاني الفاول خارج منطقه الجزاء عشان ثابت البطل مسكها بايده داخل طه وهوبا فاول انذار وما حرصش طلع بره. علي خليل مش 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 هو جول علي خليل 2-1 للزمالك. علي خليل 2-1 للزمالك. علي خليل مشي. الاهلي بيسنطر. علي خطيب. احتياطي الزمالك عادل مامور، محمد سعيد، ناصر الدين ابراهيم، محمد طاهر. حازم خالد طلع بتفوت يصلحها مصطفى عبده. حلوة خطير. الناحية اليمين كل التعادل 2-2. الخطيب برجله اليمين 2-2. اهي هيعيدها تاني. شوف الخطيب برجله اليمين جوه لسه بشاتش بيدي شماله لجمال عبد الحميد اللي هيرفع وسابها لشطه. مشي شطه كويس ورفعها عاليه. جول للنادي الاهلي. الجول الثالث للنادي الاهلي لعبها بايده فاروق فوزي ادها للاعب هيخش بيها ويلعبها وقع في الارض ويقدر يحط جول. طاهر الشيخ زي ما قلت لك الناديين الكبيرين نقول للاهلي مبروك على الكاس، نقول للزمالك يعني قلت لكم انا ملابسات هذه المباراه وكيف ان لم يكن مقررا ان يلعب لا الخطيب ولا الكابتن طاهر الشيخ، لكن فاجأنا هيدي كوتي كمان مش بس انه لعب الاثنين دول، انه عمل تغيير. ها؟ لما جوه الملعب كان التغيير لسه اثنين ما كانش ثلاثة. لما سحب حازم خالد ولعب طاهر الشيخ كان طاهر الشيخ يعني سحب مدافع ولعب ما خلاص اصله نهائي كاس وما عادش في وقت يعني. اول مرة تتعمل. آه. اول مرة حد يشوف مغامرة انك تسحب باك
وتنزل فيرود او صانع العاب تحت الفراود. ومصطفى عبده جاب جول الشوط الاولاني ولعب كعب تاريخي. لا وجمال عبد الحميد كعبه برضه. المباراه كانت من المباريات الممتعه الممتعه برضه في حتى في المعترك الافريقي لما الاهلي بيتازم بيعرف يرجع مهما كان ضيق الوقت او صعوبه الظرف. الاهلي كان بيلعب الاشغال الصومالي في دور ال 32 راح اتعادل في مقدشه وجاي يلعب العوده هنا الوقت الاصلي خلص والحكم بيلعب في الوقت الضايع والنتيجه 0-0. الناس فكرت ان الاهلي وقتها سنه 82 خلاص هيودع البطوله وكان في 81 واصل لتقريبا السيمي فاينل ولولا اغتيال الرئيس السادات وقتها انسحب الاهلي من قدام جيت تيزي اوزو الجزائري وما كملش الاهلي بطوله. كان ممكن يبدا مسيره نجاحاته الافريقيه في 81 لكن اغتيال الرئيس السادات دفع الاهلي للانسحاب. كرر محاولته في 82 السنه التاليه بيلعب فريق مغمور الاشغال الصومالي وفي دور ال 32 يتعادل في مقدشه والناس قالت طب الحمد لله. يجي هنا يفضل متعادل والوقت خلص الناس فكرت هيلعب ضربات جزاء لكن في الوقت القاتل في نهايه المباراه كان الكابتن علاء ميهوب صاحب اللحظات القاتله له راي اخر نفكركم بيه. الكرة عالية وتعدي وكل الأهلاوي للنادي الأهلي يجيبوا حسام البدري. حسام البدري علاء ميهوب علاء ميهوب علاء ميهوب في الدقيقة 42 في الوقت الضايع. ده اتضح يا ابراهيم اتضح ابراهيم ان مش عماد متعب بس ده ليها ده علاء ميهوب كذا ماتش دلوقتي في الوقت القاتل بيخلصوا علاء ميهوب. علاء ميهوب يعني اعتقد في بورسعيد زي ما بيحتفلوا كل سنه بحدث سلبي ممكن يحتفلوا بعلاء ميهوب من زمان اول حقيقه. عروسه الليمبي يعملوا لها حفله. علاء ميهوب له ذكريات مع المصري تحديدا الله يرحمه الكابتن عادل عبد المنعم. المصري متقدم على الاهلي بهدف حسام غويبه سنه 84 برضه نهائي كاس مصر. دقيقه 32 سجل حسام غويبه هدف. الناس كلها فكرت ان الكاس خلاص رايحه للمصري. اخر دقائق في الوقت القاتل بيسجل على ميهوب. انت عارف يا استاذ ابراهيم؟ قبل الماتش ده انفرادين كاملين واحد منهم يمكن من ثلث الملعب بتاع النادي الاهلي. ايوه المصري ضايع. ايوه يعني كان ممكن يبقى 3-0. ايوه وفجاه 1-1. حسام غويبه علاء ميهوب حاج سيد متولي ظبط الكرافته يا اخي دي تشنيع يا اخي الله يرحمه. الى ان قال علاء ميهوب كلمته تاني نفكركم بيها. المصري والاهلي في نهائي كاس مصر 84 متعب نور بيشوط جامد تخش الكره الجول خش علاء ميهوب علاء ميهوب هو الجول هو الجول الجول الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 44 من الشوط الثاني. فات من الوقت حوالي 44 دقيقة. خالد جد الله وبينية لعلاء ميهوب اللي رقصه ماشي علاء ميهوب اللي رقصه ماشي وشوطها برجله الشمال خش الكورة. الجول الثاني للنادي الأهلي الجول الثاني للنادي الأهلي. فات من الوقت
11 دقيقة من الشوط الأول الإضافي، وأصبحت النتيجة 2 للأهلي 1 للمصري. اللي جاب الجولين للنادي الأهلي علاء ميهوب، علاء ميهوب بطل الميدان النهاردة، علاء ميهوب بطل الميدان، علاء ميهوب. خالد جد الله، سمير فوزي، سمير فوزي، الجول الثالث للنادي الأهلي، الجول الثالث للنادي الأهلي اللي جابه خالد جد الله. أصبحت النتيجة 3-1 لصالح النادي الأهلي. مين الكاسب ما يهمش، مين المهزوم ما يهمش، مين اللي خد الكاس ما يهمش، مين اللي ضاع منه الكاس ما يهمش، وإنما الناس تحضر مهرجانات كروية جميلة زي ما النهاردة حصلت كورة كبيرة عظيمة من الفرقتين من كل اللعيبة. النادي المصري النهاردة لعبوا 13 لاعب، 13 بطل، 13 فدائي لعب في النادي الأهلي، 13 بطل، 13 فدائي. هو الحقيقة يعني لازم نكون منصفين ان المباريات دائما مع المصري ممتعة، ايوه، فحفلة بالقوة وندي قوي، وكذلك الاسماعيلي. ما هو عشان كده التوهج والصخب في العلاقة يعني حاسين انهم ند والاهلي موفق، فبيبقى في نوع من الحساسية، لكن الحساسية الحلوة. يعني والله لولا حادثة بورسعيد دي كانت العلاقات بيننا وبين المصري ماشية في سكة جميلة جدا، واتت بتخطيط وبشكل مزعج. ويعني الحقيقة الواحد لو يتمنى كده في حاجات تتمسح من التاريخ دي منهم. قدرة الأهلي على العودة حتى في أفريقيا، 87 الأهلي بيلعب مع أفريكا سبور الإيفواري، الفريق الإيفواري فاز، كان في بطولة أبطال الدوري بالمسمى القديم بتاعها ونظامها القديم. الأهلي اتغلب في أبيجان 2-0، صعبة. يقدر يعوض هنا؟ المسألة رايحة للتعادل 0-0 لغاية الدقائق الأخيرة، وفجأة قال الأهلي كلمته عشان في الدقائق الأخيرة سجل هدفين، برضو على ميهوب بطل اللحظات القاتلة. يعني تشوف 82 و 84 و87 موهوب، هو بطل اللحظات الاخيره كده في الثمانينات، يعني هو بطل الثمانينات. يسجل علاء ميهوب وحسام حسن في الوقت القاتل عشان يعادلوا النتيجه ويلعبوا ركلات ترجيح نفتكرها. فهي يعني ايضا الاهلي والزمالك دور الثمانيه في كاس مصر، الاهلي والزمالك 89، ربيع ياسين بيسجل هدف الفوز في الدقيقه كام؟ 119 عشان يفوز الاهلي 2-1 بعد ما كانت المباراه 1-1. نفكر حضراتكم بيها. يستعد جماهير النادي الاهلي بهتافها التقليدي، طاهر طاهر جنبه، بنجد الكورة قنبلة على شمال أيمن طاهر، دقيقتين طاهر أبو زيد بيحرز الهدف الأول للنادي الأهلي. أول كورة ثابتة يسددها طاهر وتصبح النتيجة تقدم النادي الأهلي بهدف للاشياء بعد مضي دقيقتين. إن شاء الله نستمتع معا بلقاء كبير من فريقين كبيرين. جمال عبد الحميد يجيب هدف التعادل.
ربيع ياسين بياخدها ربيع وبيمشي جامدة. هو الجول، ربيع ياسين بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. ربيع ياسين بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي بعد مضي 10 دقائق من بداية الشوط الرابع. ربيع ياسين يجيب الجول الثاني، النادي الاهلي يتقدم 2-1 وباقي على الوقت الرابع 5 دقائق. هنشوف الكورة مرة ثانية. ربيع ياسين بيلعبها جوه الجول، كورة مفاجئة، لعبة مرتدة سريعة ينطلق بها ربيع ياسين. من مفاجآته الكبيرة اللي بنشوفها منه باستمرار، بيجيب الهدف الثاني للنادي الاهلي وتصبح النتيجة التقدم الاهلي 2-1 ويبقى من الوقت. من 92 بقى يبدأ حظ الزمالك مع اللحظات الأخيرة والنادي الأهلي في الكأس. كلنا فاكرين هذه المباراة، ايمن شوقي يتقدم للأهلي ثم يتعادل رضا عبد العال، وكان في صفوف الزمالك وقتها راوغ دفاع الأهلي وأحرز هدفا ثم يسيطر الزمالك على المباراة. وتأتي الثواني الأخيرة، كابتن طاهر أبو زيد كانت قذيف. طاهر أبو زيد، ما هو كل الناس تتكلم على طاهر أبو زيد في الهدف، لكن اللي جايبه ايمن شوقي. كابتن طاهر شاط ارتدت من الجول لتجد القناص انطلق زي النبله. معرفش ازاي وصل للكوره اللي ابتعدت يا دوبك مترين عن الجول. يحرز الهدف ويحقق فوز غالي جدا في الثواني الاخيره لكاس مصر. الاهلي حقق الكاس وحقق صفقه كانت اكبر صفقه بدويه بعد هذه المباراه. الاول نشوف الهدف وبعدين نكشف اسرار هذه الصفقه. رمضان لعمرو، هجمه سريعه لاسامة عرابي وكسب ارض اسامة ومعاه اسماعيل وبيعكس كوره حلوه وبيحطها جول جول جول. ايمن شوقي يصحح الاوضاع ويجيب جول جميل جدا. لسه بقول لحضراتكم ان اسامة عرابي هو ماكينه او موتور النادي الاهلي. اخر ماتش في عصام مرعي، رضا عبد العال بيفوت بمهاره كويسه قوي. رضا اهو، ده رضا اللي احنا عارفينه بيفوت كويس وفتح سكه، لعبه حلوه جدا ناحيه اليمين والغندور انما وترو رضا يقدر يجيبه جول جول. رضا عبد العال والله لسه بقول لكم وباشا تانية رضا عبد العال يا جماعه، وباشا تانية لسه بقول مش قادر. عارف طاهر ابو زيد وايمن المنصور راجع واسماعيل وعفت نصار ونبيل وطاهر، اصبحت الفاولات في الحته دي زي البينالتي. وطاهر وبيشوط كوره حلوه وطاهر جول جول. مش ممكن الوقت القاتل طاهر ابو زيد يعيد اكتشاف نفسه ويحقق المكسب للنادي الاهلي في مشهد دراماتيكي غريب. لسه بقول لحضراتكم ان في مرحله المطبات الصعبه طاهر ابو زيد وكاس مصر. طاهر ابو زيد بيرفع كاس مصر. الحقيقه دي مباراه يعني كانت مهمه جدا بكل تفاصيلها، لانه دي اخر مباراه للكابتن طاهر ابو زيد مع النادي الاهلي. وقتها بعدها صدر القرار بتاع الاعتزال عن كابتن طاهر ابو زيد، الكابتن ربيع ياسين، الكابتن محمود صالح، الكابتن علاء ميهوب، الاربعه الكبار في بدايه مرحله تجديد وتحديث دماء الفريق، لانه كان طالع وقتها هادي خشبه ووليد صلاح الدين ثم هشام حنفي، الجيل اللي كمل بعد كده مع الكابتن حسام حسن والكابتن احمد شوبير والمجموعه الكبيره. كانت رؤيه فنيه بحته للكابتن انور سلامه علشان الاهلي يكمل وقتها وياخد سبعه كاس ورا بعض، سبعه دوري ورا بعض، السبعيه الكبيره من هذا بالجيل الجديد. لكن المباراه دي مش اخر مباراه للكابتن طاهر بس بالفانيله الحمراء، ده كانت اخر مباراه لرضا عبد العال بالفانيله البيضاء. اذكر وقتها في صيف 92 كان ليا شرف مهني ان انا انفرد في اخبار اليوم بقصه انتقال رضا عبد العال للاهلي. وقتها كان 375 الف جنيه في صفقه. 365 في صفقه مدويه جدا. الناس الشباب اللي معاش اللحظه دي
اكبر صفقه شغلت الراي العام كله في مصر، لدرجه انه الاذاعيه الكبيره امال فهمي عملت حلقه كامله في برنامجها الاذاعي الشهير على الناصيه عن موضوع رضا عبد العالي اللي عامل دوشه جامد جدا في الشارع وقتها. خليني اقول لك حاجه قبل ما انت لا ده انت اللي تحكي، انت اللي كتبت كل حاجه، لانه بعديها اتحاد الكوره زي ما عمل دلوقتي غير اللائحه. ده غير اللائحه مش بعديها، ده انا احكي لك واقعه. كابتن صالح حضر دعوهم لمؤتمر، فاتحاد الكوره موجودين على المنصه ورؤساء الانديه موجودين، دخل الكابتن صالح قعد، لازلت اذكر، جنب المستشار جلال ابراهيم والحاج سيد متولي، واعضاء اتحاد الكوره كانوا موجودين، الكابتن عصام عبد المنعم وبقيه اعضاء الاتحاد. اوكي، رضا عبد العال جه النادي الاهلي او اعلن رغبته وانتقل للاهلي، اتحاد الكوره طبق لائحه، بعد ما طبقها وبعتها للانديه وتم العمل بيها، الوزاره وقتها او المجلس الاعلى للشباب والرياضه الدكتور عبد المنعم عماره بعت جاب رؤساء الانديه مع اتحاد الكوره عشان نناقش اللائحه. فكابتن صالح دخل سال سؤال بديهي جدا، قال لهم انتوا جايبيننا ليه هنا النهارده؟ هم يعني صمموا ان الكابتن صالح اللي يتكلم الاول، انتوا جايبيننا ليه هنا النهارده؟ فقالوا علشان نناقش لائحه الانتقالات. قال لهم ايوه بس انتوا بعتوها لنا واشتغلنا بيها والانديه نفذت الانتقالات عليها. قالوا له ما احنا عشان نشوف راي الانديه. قال له تشوف راي الانديه قبل ما تتطبق ولا بعد ما تتطبق؟ يعني خلاص تم العمل بيها وناس نفذتها. قالوا ما احنا عايزين برضو نشوف. قال لهم لا انتوا مش عايزين تشوفوا، انتوا عايزين تتصوروا على ان انتوا عملتوا حاجه والانديه خدتوا رايها. كنت تاخد راي قبل ما تطبق مش بعد ما تطبق. انتوا جايبيننا النهارده هنا عشان في لعيب عايز يجي النادي الاهلي، لا اكتر ولا اقل. احنا مشينا بالشكل القانوني وانتوا مش ماشيين بشكل قانوني خالص. وساب الاجتماع ومشي، ما كملهوش. طيب انت بقى ده عايز اكمل لك الحته دي. اه اتفضل. اللائحه بتاعه الانتقالات رضا في 94 مش كده؟ 94 اه، مش بعد المباراه دي، المباراه ديت اعتزال الكابتن صالح. اه اه، لكن كان لكن طاهر. كان كابتن طاهر يعني رضا عبد العال بكل قصته وتألقه مع الزمالك. استنى بس يا رضا اتفضل، مش انت بتتكلم على اللوائح؟ ايوه. اللائحه كانت بتقول ان اللاعب ناديه يقدم له عرض، ناديه أيوة. الاول يقدم له عرض. أيوة. هو صاحب الحظ. ايوه، اذا اللاعب خده خلاص. أيوة. اذا اللاعب ما خدوش من حق اللاعب يجيب عرض لناديه، بس يبقى ناديه ياخد 50% من العرض، واللاعب ياخد 40% من العرض. ايوه، واتحاد الكوره ياخد 10% من العرض. ايوه. فالكابتن رضا عبد العال راح الزمالك عرض عليه 75,000 جنيه. اه، مش عاجب رضا؟ موسم 93 94. اه مش فاكر. اه تقريبا الكابتن رضا ما عايز يتكلم مع رئيس النادي، المهم قال له كلمه دي اللي عرفتها من الكابتن رضا يعني. اي، لان لازم نعمل بطريقه ايه تجميع الاحداث. اه، عشان بقولش كلمه تبقى مش مفهومه في سياق. انا لقيت وانا في النادي الاهلي الساعه 1 تحديدا الظهر حد بيكلمني. اي، كابتن رضا عايز يجي النادي الاهلي. قلت له ازاي؟ مش خلص مع الزمالك؟ قال لي لا. فانا طبعا توجست ان دي شغل بقى ايه، حد بيعمل حاجه اعلاميه وعايز يجرني فيها يعني. قلت له اسمع، انا خلال ساعه هروح بيتي قدام اتحاد الكوره، كان كنت في العجوزه. انت في العجوزه؟ اه اه، في شارع النيل. قلت له ده في الحته دي، هات وتعالى لي. وانا مش متخيل هيجي. اه، نص ساعه تين فتحت. أوه. لقيت فلان ده معاك كابتن رضا. اها، اهلا وسهلا اتفضل. لقيت ما اتكلمش كتير. انت عايز تيجي النادي الاهلي صحيح؟ انا بساله. فلان ده انا كنت كاتب عليه ساعتها الراجل الكبير. كان لغز في اخبار اليوم. قام قال لي قلت له ازاي؟ قال لي الله، ازاي يعني ايه؟ وانا مش جاي لك بيتك. قلت له انت ما جددتش مع الزمالك؟ قال لي لا. قلت له طيب قول لي ايه طلباتك؟ قال لي يا سيدي هم عارضين 75,000، انا عايز اكلمهم واقول لهم يعني نزود شويه نعمل شويه. ما رضاش يقابلني وقال لي الباب يتفوت جنب. ايوه، دي الجمله اللي نقلت رضا للاهلي.
دي جملة اللي استفزته وخليته حس بنوع من لا مش هقعد ولا ثانية. قلت له طيب معنى كلامك ان احنا لازم نقدم عرض اكتر من 75. ايوه الزمالك عرض 75 وبعتها لاتحاد الكورة. ايوه فاحنا هنعرض 100. ايوه قال لي انتوا حرين. قلت له دي يعني انت موافق؟ قال لي قلت له انت هتاخد من ال 100 دي. انا مش فاكر هل الزمالك كان ياخد 50 ولا 40؟ يعني مين ال 40 اللاعب ولا 50%؟ يعني النادي 50 اللاعب 40 اتحاد الكورة 10. قلت له انت هتاخد 40,000 جنيه. والزمالك هياخد 50,000 واتحاد الكورة 10. قال لي انا طلبت منك حاجة؟ برضه مش مطمن. قلت له طيب اذا كنت عايز نخلص لازم في ثلاث جوابات، واحدة اتبعت للزمالك، واحدة اتبعت للمنطقة، واحدة اتبعت للاتحاد. كلهم بنفس المعنى. لا ارغب في تجديد عقدي مع نادي الزمالك موسم بدايه من موسم كذا لموسم كذا. ايوه قال لي اكتب وانا امضي لك. جبت ثلاث ورقات كتبت، راح ماضي الثلاث ورقات. قلت له خلي بالك انا هبعت الورق ده دلوقتي. قال لي يا كابتن عدلي في ايه؟ قلت له خلاص استنى بقى قبل ما ابعت واعمل، انا بتكلم معاك كده وانا لسه ما رجعتش لحد خالص في النادي الاهلي، ما كناش خدنا يوميها تاريخيا في تاريخ النادي الاهلي ولا لعيب النادي الزمالك. قلت له يا كابتن صالح عايزك في موضوع مهم جدا جدا جدا. قال لي ايه؟ قلت له مش هينفع التليفون، انا هروح على النادي الاهلي دلوقتي. قلت له خليك يا كابتن رضا. تتغدى ايه؟ قال لي بيتزا. بيتزا؟ والله رحت طالب بيتزا. قلت له على ما تتغدوا انا هوصل اقعد مع كابتن صالح وارجع لكم. ورحت بقى كابتن صالح. قال لي عدلي احنا ما خدناش لعيبه من الزمالك قبل كده. قلت له ده مش لعيبه من الزمالك، ده رضا عبد العالي وما هوش ابن الزمالك. نمره اتنين يا كابتن صالح احنا عملنا ماتش مع مياه وبور المياه ولا مياه كان في حاجه زي كده، شركه ادويه او شركه ادويه، النيل للادويه، النيل للادويه حاجه في شبرا. قلت له عملنا الماتش ده في اختار في التيتش عشان نتفرج على اللعيب ده وما خدناهوش. ما خدناهوش، راح الزمالك كسر الدنيا يعني. هو جالنا الاول. اقتنع. اخلص؟ قال لي خلص. اللائحه بتقول ايه؟ حكيت له اللائحه بتقول ايه. ما انا ليه بخت كمان مع كابتن صالح ان اللائحه. فايه فوجئنا بعد ما عملنا هذه الاجراءات ان اتحاد الكوره يغير اللائحه. كان في لجنه لوائح. ايوه حماده امام الله يرحمه، عم نعمل حاج عزة أبروس. ثلاثية. راحوا مغيرين اللائحة. دي اللي استفز الكابتن صالح ساعتها. غيروا اللائحة يقولوا إيه؟ من حق ناديه، كلمة واحدة. أيوة. ومن حق ناديه الأصلي يحتفظ بيه. لا يقدم عرض. أن يزايد. أيوه. على العروض المقدمة. أيوه. فتحوا المزايا. راح الزمالك عامل إيه؟ مقدم 625. أيوه. إشمعنى 625؟ عشان يدفع النص. هياخد هو النص؟ لو قال لك انا ايه 250 ولا 260 الف جنيه، ده كان مبلغ رهيب. قال لك حتى لو راح ابقى خدت من وراه قد كده. طب انت احنا نفذنا الكلام على لائحه انتوا غيرتوها النهارده. ايوه بعد ما ما ما, ما اتنفذت. ايوه وعشان كده الكابتن صالح راح مستفز جدا ازاي تغيره وتعمله. لكن ساعه كابتن رضا جالي المكتب وبعدين قال ايه انت مستعجل؟ لا لا اتفضل خلاص انا قربتها خلاص. لا لا خد راحتك. والكابتن طارق سليم الله يرحمه كان مدير الكوره. ايوه وجبنا المحامي. قلت له يا كابتن بس يروح مع كابتن رضا عشان يخلص كل الاجراءات وبتاع، لان هم هناك يعني هم بيقولوا كده بس مش عايزين يسجلوا اللاعب. قال له رضا لو رحت الزمالك النهارده هتاخد 240,000 جنيه. نصيبك ال 40% حوالي 240,000 جنيه. او 240,000 جنيه. 240 اكتر شويه. 265,000 جنيه حاجه كده. ولو قعدت في الاهلي هتاخد 40,000 جنيه. بتستغني عن 200؟ قال له انت عايزني ولا مش عايزني يا كابتن طارق؟ وراح مدمع. عينيه غررت كده. قال له مش عايزينك ده ايه؟ بعد ما شاف كده كتف الكابتن طارق. لا بعد ما شاف المنظر طبعا، لان في الاثناء كمان لعيب كبير، لعيب كبير تم التشهير بيه.
ايوه بطريقه غير لائقه اعلاميا. ايوه احد الاعلاميين الكبار يعني كتب عنه وكتب مس اسرته كده بطريقه غير لائقه، فجرحته وجرحت اسرته. انا فاكر رحت عملت له لدرجه ان المبلغ كابتن طارق قال له انا مش هندفع اكتر من 100,000. اللي دفع له الفروق دي اهل بلده، جزارين بقى يلموا له الفلوس. وبعد كده في بهتيم لما النادي الاهلي شاف هذا الموقف وشاف ازاي الجديه بتاعته بدا يصلح له في وضعه ويعدله، والدنيا مشيت بعد كده. وكانت الصفقه الكبيره الحقيقه المهمه جدا بعد هذه المباراه. بعد هذه المباراه كان الكابتن طاهر ابو زيد اعتزل، ورضا واصل تالقه في الزمالك لمده موسم وانتهى عقده عشان ينتقل الى الاهلي انتقال حر بالضجه اللي حصلت وحكاها مش حر بقى هو حر بس بفلوس، حر مدفوع. وفضلت مباراه جمهوريه شبيل مع الاهلي مباراه محفوره في ذهن رضا عبد العال. رضا عبد العال مع الاهلي حقق بطولات اكتر من الزمالك، بس هو ما لعبش الكره الجميله بتاعته اللي كان بيلعبها في الزمالك، لانه طريقه اللعب مختلفه، شخصيه الفرقه مختلفه، هنا حاجة وهنا حاجة خالص. لكن على المستوى المشاركة والمستوى البطولي ربما كان رضا أكثر نجاحا في الأهلي، في الزمالك كان ربما أكثر إبداعا. هي مش لا إبداعاته كانت واحدة لكن عدد فترات اللعب والسن طبعا، وكان وليد ابتدى يعني لا والسن كان أصغر وهو في الزمالك. مباراة جمهورية شبين في دوري 96 من المباريات المهمة جدا، نتيجة تعادل والأهلي بيبحث عن اللقب بطولة الدوري بفارغ الصبر، وفي الوقت القاتل يلقي رضا عبد العال بكلمته بقنبلته نفتكره. ما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف، وفيليكس بيلعبها بيطلع على طول ورضا جول كبير جدا نادي الجمهوريه بشبين. هنشوف الكوره مره ثانيه، رضا معال على صدره شوفها جامده برضه على الصعيد العربي. لا استناني بقى فين. اتفضل. المباراه دي بين الاهلي السعودي الاهلي المصري والهلال السعودي في نصف نهائي البطوله العربيه سنه 96. كنا جبنا الكابتن احمد نخله من المقاولين. من المقاولين الباك الشمال. الباك الشمال. وظل الحديث هو الكابتن احمد نخله ده، لان سمير كمونه كان فورا انطلق بسرعه وحش، والكابتن احمد نخله على فترات لكن عمل شيء وجاب لك بطوله وحقق معاك هدف لم يتكرر، لان كانت القاعده عند لما تتعادل وتلعب وقت اضافي كان في حاجه اسمها الهدف الذهبي. ايوه تنتهي المباراه للي يجيب جول مش تكمل الوقت. بعد كده رجعوا تاني للنظام القديم. اللي جاب الجون ده احمد نخله، فكان الكلام ان احمد نخله حقق اغلى اهداف النادي الاهلي واهداف حياته كمان. كان راجل مهذب جدا ولعيب كويس قوي. نفتكره. احمد نخله ده بقى 14 كده تقريبا. وجول مش ممكن. كرة مباشرة وجول وجول الكابتن كرة مباشرة فيرست تايم في الزاوية البعيدة. على فكرة احمد نخلة بعد كده شفته في الكويت من 4 سنين ولا حاجة ولا 5 سنين شغال في الكويت، كان متفرغ للعب الكرة الخماسية. الكرة الخماسية في الكويت يا جماعة قصة تانية خالص. بينظموا بطولات عالمية، وطول شهر رمضان بطولات يجيبوا ألمع الأسماء وأعتى الفرق من البرازيل ومن المكسيك ومن تشيلي ومن يعني، فهو متفرغ للقصة دي ونجم كبير قوي هناك. يعني شفتوا قدرة الأهلي على العودة أو الريمونتادا الحمراء، مش بس في المحلي، مش بس في الكاس، مش بس في أفريقيا، كمان عربيا. شفتوا الهلال السعودي أحمد نخلة والهدف الذهبي أو هدف الموت المفاجئ زي ما كان متسمي وقتها، لا كمان مع النخبة العربية. الأهلي بيلعب مع الرجاء المغربي العتيد العنيد في الدار البيضاء، النتيجة 0-0. التعادل يضيع اللقب، لقب النخبة العربية من الأهلي. في الوقت القاتل قال سمير كمونة كلمته وكمل عليها هادي خشبة في 96 نفتكرها. أبو الدهب ضربة حرة غير مباشرة وعالية، هوبا
يا ده هو جول، ده هو جول. الله 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 الله. سمير كمونة، سمير كمونة، سمير كمونة في الوقت القاتل في دقيقة 44 من الشوط الثاني من إحدى كرات عابرات القارات يلمسها سمير كمونة وهي في الهواء بدماغه تسقط من فوق. طيب أنا قلت لك جبنا اثنين من المقاولين، سمير كمونة وأحمد نخل. أحمد نخلة جاب لك البطولة العربية في 96. وصلتنا إن نلعب مباراة السوبر. يعني ده العرب وده عرب. عارف ليه بقى؟ يوم سمير هم جايين من المقاولين العرب. استنى، أيوه. سمير كمونة يجيب لك في نفس الدقيقة بقى الوقت القاتل. جون التعادل. وبعدين هادي خشبة بعديها يخلص المباراة بضربة جزاء. ضربة جزاء. مفيش كده. مفيش كده، مغلوب. تبص تلاقي اثنين تجيب هدفين وتكسب البطولة. قلبت على رأي بتوع بورسعيد. قلبت. كنت انا بتفرج عند عديلي وهو راجل جميل وزملكاوي. بس بيحبني، فابتدى زعلان ان الاهلي مغلوب عشاني. وطلعت بقى وقفت في البلكونه، خلاص دي بدايه ان انا ما اتفرجش على ماتشات. وطالع قال لي هتكسب، والنبي هتكسب، استنى بس ما تزعلش. وبصيت لقيته جاي لي مندفع في البلكونه. قلت له فعلا جول. رحت راجع بقى حضرت المكسب. طيب ما احنا جبنا سيره الترجي. الترجي والاهلي قبل النهائي ده سنه 2001. الاهلي متعادل بدون اهداف في القاهره، سافر وهو مهزوم لغايه الدقيقه 35 من الشوط الثاني في استاد المنزة. وفجاه حصل، انا فاكر كنت بتفرج على المباراه دي انا وخالد توحيد، فجاه السيد عبد الحفيظ عمل حاجه خلانا طرنا تقريبا، ضربنا في السقف. نفتكرها. شادي محمد في دائرة وسط الميدان، والتسديدة مباغتة، وهدف التعادل، هدف التعادل للنادي الأهلي. كانت كورة مباغتة جدا. لوب يرفع الكورة بالحارس الزوبي. التوقيت 31 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني. فرحة كبيرة جدا في جماهير الأهلي وفي اللاعبين وبنك الفريق. واحد واحد. نفس فكرة الجون بتاع أبو تريكة، قرار غريب بالتسديد، كرة مباشرة، بس بتاعت سيد عبد الحفيظ أبعد وأصعب، واخد بالك؟ إنما برضو كرة من شادي طويلة ترتد يروح مقابلها. القرار اللي خده سيد عبد الحفيظ قرار عجيب جدا. دي كرة محدش يفكر يشوطها. صحيح. لأنها من بعيد احتمال تيجي جون صعبة قوي، فتروح لابسه كرباج جون جون جون، جاب لك بطوله. خدت بعض ساعتها وطلعت على الجرنان. كابتن نعمان الله يرحمه كان بيتفرج في الجرنان. قلت له يا كابتن لازم نعمل عدد خاص. فبص في الساعه كان يبدو تعبان، قال لي اعمل. ولم شنطته وهو بيحملني القرار. قلت له يا كابتن الجمهور بره فرحان بشكل يستحمل عدد خاص. كانت حته ان انت بتطلع عدد خاص لما تاخد بطولة. إنما ده كابتن أنت لسه هتتأهل. قلت له الجون ده واللي حصل والجمهور دي سكة بطولة. انبسط طبعا تاني يوم لما لقى تقرير التوزيع كبير جدا، واخد بالك؟ من الأهداف اللي فعلا تحس إنها جابت بطولة. جابت بطولة. لأنه ودتك للفاينل. من غيرها مش هتكمل. عشان تجيب. هدف الأهلي كمان في النصر حسين داي 2004. الأهلي بيبحث عن الفوز. أسامة حسني بضربة قاتلة في الثانية الأخيرة كمان من عمر المباراة. نفتكرها. توزيع الدقيقة القادمة الثانية. يلا لا والهدف. لا 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 والهدف. هدف تنقل بأنه المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات وفي أي لحظة من اللحظات. وكمان الأهلي والاتحاد السكندري. إنما أسامة حسني بدأ يخش برضه في أهداف اللحظات الأخيرة. لأن بعد كده عمل مع الزمالك. الرزق. 2004 2005 اتحاد اسكندريه متقدم اثنين، متقدم على الاهلي بهدفين. الموقف اتأزم، الاعصاب تعبت، واذا بعماد متعب وقبل منه ماكن نيجيري وكاستيلو الكولومبي. انا نفسي اشوف الاجوان دي لان هحكي لك حاجه. نشوف الثلاثه. بقى شكل غريب جدا للنادي الاهلي لانه فرض عليه والهدف الاول. وماكي ماكي ماكي ماكي، يا سلام عليك ماكي. حلوه حلوه
حلوه ماكي يحط هدف روعه. قلت لحضراتكم مع نزول هالولد انه بيمتاز بالتسديدات المتقنه. ماكي يتقدم للحال. اتفرج ونشوف. ادي التسديده الطويله والخطيره ولما ومره ثانيه متعب وعلى ميلو وكاستيلو وهي والهدف الثاني. يا نهار ابيض. كاستيلو من قلبك كاستيلو من اعلى كاستيلو. ماشي ركات ومعاه بيبو يحطها لبيبو. عرضيه معديه والهدف الثالث. الله. كاستيلو مش مالك كاستيلو. مين يقدر كاستيلو يلحقها كاستيلو. حلوه يا كاستيلو. يا نهار ابيض يخرب عقلك يا راجل. تنفس جمهور الاهلي الصعداء. اتلعبت جميله وانت حلو قوي. وخالد بيبو اللعيب عديها من كل الناس لكاستيلو. كاستيلو لا يخيب الرجاء. وفي الدقيقه 84 الماتش ده كان اهميته ايه؟ ما كانش الاهلي خسر ولا مباراه. وكان اول مباراه وكان في استاد الكليه الحربيه و2-0. وماسكين ماتش عمالين نضيع. ماكي ده كان مصنف لصفقه مضروبه. جاب جون من ابدع ما يمكن، لف 180 درجه صح. وجاب جون. وكاستيلو كان الناس لسه عايزه تشوفه كويس، كان لسه جاي جاب جون. كاستيلو بقى مفيش فريق الا وتجرع من كاس من كاستيلو. الامبي كمان، امبي مع الاهلي في 2005 كاس السوبر لواء الجمعه نفتكره. ورياض عرضية خطيرة جدا. هوبو يا نهار ابيض. هوبو الله عليك. جت منك يا ابني وما جاتش من الفراودة. جت منك يا وائل يا جمعة وما جاتش من الفراودة. ادي الجميلة بتاعت وائل رياض، جميلة جدا. ارتفاع حلو من عماد النحاس، تضرب وتروح طول لوائل جمعة يحطها. حلوة من كل الاتجاهات يا محمد. يا نصر تروح على شماله يحطها. العجيب ان يتكرر الامر مع نفس النادي بعد ايهاب سنه، وكان الاهلي بيعاقب انبي على جون سيد عبد النعيم. ايوه باسر رجع هيجيب جون برضو عن طريق ابو تريكه في الدقيقه 91 في السوبر برضو. يا اسلام برضو يا مربع العمليات ويقدر يحط يا ابو تريكه. عملها ابو تريكه يا عالكوره يا تريكه يا عالكوره مش ممكن. اهو وقعت مباراة التاريخ بقى. التاريخ كله في اللي جاي. الاهلي والصفاقسي، مانويل جوزيه. الصفاقسي هنا احتفل، سافر الى تونس وهو فرحان تقريبا. مانويل جوزيه خد لعيبه الاهلي بعد ما الصفاقسي بيرقصوا هنا قدام اوضه اللبس، قال لهم هم احتفلوا هنا لازم انتوا تحتفلوا هناك. تأزم الموقف تقريبا، الناس بدأت تحتفل. أقواس النصر خرجت إلى شوارع تونس، لكن أمير القلوب قالها وقتها نفتكرها. شادي محمد، كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد متعب، مرتدة، تصويب وجول جول جول جول. الهدف الأول للنادي الأهلي. محمد أبو تريكة يخطف الهدف، هدف غالي جدا. فرحة كبيرة في الجهاز الفني للنادي الأهلي والمايسترو محمد أبو تريكة بكل تأكيد يفاجئ الجميع. ثم نأتي لواحدة من أهم مباريات كرة القدم في تاريخ الكرة المصرية، الأهلي والزمالك وأنا وأنت وشريف البيت وشريف الجهاز وعطف البواب. نفتكر هذا السيناريو الغريب بتاع 4-3 لأكثر مباريات الكأس إثارة، وبرضه صباح حسني نفكركم بيه. ورمي التمس جيلبرتو مرة تانية. سيد معوض العرضية الاستلام. هوبا جوه الجول. هو قبل الماضي من ينسى هدفك في مرمى المنتخب الكاميروني في غانا 2008. دينموز ده ابو تريكا يا باشمهندس. طيب دينموز هراري هو غلطه بس عمل واحد شوارب قلش. لا احنا عايزين نشوف الزمالك شوارب قلش صح. يلا ورينا زمالك.
لا اوعى تعمل حاجاتك تاني دي يا عبد المنصف، عمل واحده في الشوط الاول الله يكون في عون هنري ميشيل والهدف. الله 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 عليك يا اسد، الله 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 عليك يا طرزان، روعه 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 يا قطر، يا نهار ابيض عليك، الله 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 عليك يا عمرو يا زكي. يلعب بسرعه جدا الكره امير عند فلافيو يعملها خطيره، عماد متعب، عماد متعب وهي هوبا والهدف. الله 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 الله، فكيت النحس يا ابني، فكيت النحس يا ابني، حلوه 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 تشيكابالا، لما تشيكابالا والتاني على شماله والتالت على شماله هوبا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض عليك، يا نهار ابيض عليك يا تشيكابالا، يخرب عقلك يا راجل، يا نهار ابيض. الله 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 الله، سبايس يا تشيكابالا، يا حراق يا مشطشط يا شيكا يا مزيكا، حلوه 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 حلوه. العب واحده طويله خطيره وهوبا واللمه عبد متعب وهي واللمه وعلى شماله والعرضيه هوبا الهدف. الله 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 عليك يا ابو تريكه، تنفست الصعداء، ما تزعلش يا عبد المنصف، تنفست الصعداء يا ابو تريكه، حلوه 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 حلوه. يا نهار ابيض على المباراه، اتجننوا، الدنيا كلها اتجننت وانا كمان اتجننت. تدخل اسامه حسن ويلعب واحده طويله في اليمين عند شيكابالا، شيكابالا واحمد السيد، شيكابالا يلم كورته ويلعب العرضيه الارضيه الحلوه والتسديد هوبا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. الله 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 عليك يا جمال يا حمزه، الله عليك يا زمالك، يا عيني عليك يا جوزيه، الله 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 على الروعه. ايه الجمال ده يا ابني، ايه الحلاوه دي يا ابني، حلوه 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 حلوه. جوزيه هيتجنن النهارده، هيتجنن النهارده، يا سلام عليك يا جمال يا حمزه. ابو تريك يدور على متعب، يدور على اسامه والهدف، يا نهار ابيض. الله 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 الله، روعه يا ابني روعه، اسامه حسني يا نهار ابيض على الليله، حلوه يا ابني حلوه، روعه يا ابني روعه، جميله يا ابني جميله، افتح يا سمسم افتح المغاره يا ابني، حلوه حلوه حلوه. مباراه غريبه وعجيبه، مباراه غريبه ابو تريكه بانطلاقه تنم عن لياقه، والرابع اهو والرابع اهو واللمه اهي هوبا، والرابع والرابع اسامه حسني، والرابع اسامه حسني، والرابع اسامه حسني، افتح الرابع يا ابني، افتح الرابع يا سمسم، افتح يا سمسم. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مش معقول يا اهلاويه، مش معقول يا اهلاويه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. مليون مبروك للنادي الاهلي. مباراه يعني لا يمكن ان تنسى من ذاكره الكره المصريه. صحيح. يعني في مباراه زي الاسماعيلي 4-4 في حاجات كده لا يمكن يعني. الاهلي والجيش 2008 2009 الجيش بيتقدم بهدف احمد عبد الله ونضيع 20 هدف ويحصل اللي حصل في المباراه كلها، والحكم افتكر كان ريشه ضربه جزاء للاهلي ما حسبهاش، فاول بره اكتر من مره ما يحسبهوش، لغايه لما عماد متعب اتعادل، ثم سجل احمد فتحي في الوقت القاتل اللي هتشوفوه. لا ابو تريكه اللي اتعادل، ابو تريكه ثم اتقدم احمد فتحي ومحمد طلعت الجون الثالث. دول في دقيقه، جولين في دقيقه. هذا هذا اللقاء المثير في 2008 2009 الاهلي وطلائع الجيش، وقدره الاهلي التاريخيه دايما على الريمونتادا القاتله. قد تفعلها يا فتحي، قد تفعلها، هي جول اقدامك فيها، هدف قاتل قاتل قاتل، بمهارة الهدافين، بروعة المبدعين، بجمال احمد فتحي، الله على اقدامك، الله على تسديداتك، هدف هو الاجمل، هدف هو الاحلى، هدف هو الاروع، الله الله الله، هي الثانية، العادل العادل العادل، يا سلام على الجول. المهم الجون بتاع محمد طلعت ده ما تشافش غير في الاعادة، لان الناس كانت لسه بتسنطر وعمال هو يجيب الجماهير ويجيب ويجيب الدكه في وقت الفرحه، لا الجون الثالث بيجي فطبعا عندنا كمان الاهلي والاتحاد الليبي. الاهداف القاتله زي ما بتعمل مجد وتاريخ للاعيبه بتعمل بجد مجد وتاريخ للمعلقين. ايوه طبعا، كل يعني هذا هشام فهمي يحييكم، قاتل 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 على احمد فتحي، مدحت شلبي بيبو وبشير ودخل التاريخ ببيبو وبشير، واخد بالك؟ اللي جايه
محمد عفيف المعلق الرياضي كان لسه الناس ما حفظتش صوته كتير، لكن في المباراة اللي جاية واحدة يا شهاب واحدة يا شهاب عملها شهاب. الأهلي والنصر الليبي، أعتقد الاتحاد الليبي نفكركم بيه، كنا مغلوبين 2-0 في طرابلس. دخلوا على محمد عفيفي بصوته الحقيقة. الأهلي والملعب المالي كان في دور 16 لدوري أبطال أفريقيا 2012، من 5 سنين بالظبط. الأهلي خسر الذهاب في مالي 1-0 قبل ما يتقدم الملعب من جديد في لقاء العودة بالقاهرة. باقي ربع ساعة سجل أبو تريكة هاتريك عشان يتأهل الأهلي، نفكركم بيه. الدفاع الحسني، الدفاع الحسني المغربي، الدفاع الحسني، الدفاع الحسني بالكونفدرالية، 2014. الدفاع الحسني المغربي بالكونفدرالية. ايه اللي جاهز معاك يا شوارب؟ شوارب انت سرحت مني. هو في الوقت القاتل. هو عموما يا جماعه احنا ليه بنسترجع كل ده؟ الاهلي زي ما المهندس عدلي ما قلته التاريخيه مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم، عشان عنده ارث تاريخي كبير جدا. اللي اتلخبطنا هو قبل كده بيقدر يمكنه دايما وابدا انه ذاكره البطوله حاضره، انه اللعيبه لغايه النفس الاخير ما هو قابع في ذهنها ومستقر في وجدانها باستمرار، انه لا زي ما فلان وفلان 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 رفضوا الهزيمة في ده. هذا التراكم بيعمل هذه القدرة دايما وأبدا على العودة الحمراء. يعني في هنا هنشوف انبي في السوبر المصري تالت المرة دي جده بقى في الدقيقة برضو 91. ها كنا مغلوبين. عبد الله وتاني وجول وجول عبد الله السعيد، عبد الله السعيد بركات لعبه عرضيه حلوه والجول الثاني. الجول الثاني بقول لكم لو لعب انبي على التعادل هيخسر. وبالفعل اللي جاي جده الدفاع انتوا لخبطتونا، احنا هنمشي بقى بالترتيب تاني بسرعه كده. هدف تاهل الاهلي بمرمى الدفاع الحسني المغربي بالكونفدراليه. ده الكونفدراليه دي لعب رميه التماس واللمسه الراسيه، وادي المتابعه، يلا التسديده، يلا التسديده، جول 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 جول. احمد رؤوف والمارد الاحمر، المارد الاحمر يحلق في شواطئ المغرب. اللي جاي بقى تقريبا ده الهدف اللي جاي من جريده، صح؟ بص الماتشين بتكسبهم في الوقت المحتسب بدل من ضائع، بطوله الوقت المحتسب بدل وكانه فعلا القدر. يعني احمد رؤوف يعني ثم عماد متعب باول لقب للكونفدراليه في تاريخ الاهلي، بل اول مره الكونفدراليه دي تدخل مصر كان بتدخل عماد متعب في الوقت القاتل جدا في موسم او في سنه 2014. دقيقة 6 من الوقت بدل الضايع، نفكر حضراتكم بلحظة الانفجار. سعيد لو لسه رمان الباصة جميلة، محاولة خطيرة سريعة والعرضية جميلة، راسية افريقيا، الاهلي بطل افريقيا، الاهلي ملك افريقيا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هدف الفوز الغالي بمشيئه الله. تسلم لي رجليك وايديك وعينيك يا ابو البنات يا ابو تماره ويا ابو سليم يا عماد يا بيه.
متعب يا عماد يا مؤلم عماد 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 يحيى عماد يخلينا لعماد ربنا يخليك لنا يا عماد عماد متعب الهداف القناص جلاد الحراس موجود قدام في خط هجوم النادي الاهلي وعلى طول يظهر في الجدل ويظهر في الثانيه ويظهر في اللحظه المناسبه عشان يسجل هدف قاتل اللقب الغالي البطوله رقم 20 باذن الله القاريه في تاريخ النادي الاهلي والبطوله رقم 130 في تاريخ القلعه الحمراء الاهلي كيان الاهلي كيان الاهلي رمز الاهلي عزيمه الاهلي اصرار الاهلي دايما بيلعب حتى الثانيه الاخيره متعب تسلم لي ايديك والله تسلم لي رجليك والله تسلم لي دماغك تسلم لي كل حته فيك يا عماد يا متعب يا ريتنا كبير الفرحه 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 كلها فرحانه النهارده مصر كلها فرحانه. بص هنعرض لكم بقى مش هنعلق كتير لان دي شفتوها قريب لكن هدف الاهلي تعادل الاهلي مع وفاق الصيف في كاس السوبر الافريقي 2015 وبرضه عماد متعب الفنان اخر كوره وصعبه جدا توزيع وصلت كوره مشات كوره جات والحارس والتعادل التعادل على الكره مش ممكن قتلونا مش ممكن الله الله يا الاهلي الله مش معقولين مش معقولين بالمره عماد متعب عودها في دقيقه 94 ثم على حسين نصر حسين داي الجزائري داي الجزائري حسين داي حسين الجزائري حسين داي الجزائري برضه في البطوله العربيه لسه قريب فاكرين انتوا الجون ده لكن بتاع عمرو بركات الكابيتانو على الارض صالح جمعه لوليد ازارو الخطوره من وليد وادي العرضيه تعدي المتعب عمرو بركات دي بطولة ودية مش ممكن تكون دي بطولة ودية الفرحة عالمية الفرحة عربية الفرحة أهلوية لصالح عمرو بركات لكن اللمسة من عماد متعب وأخيرا مسك الختام مسك الختام طبعا كاس مصر وعلى فكرة قبل ما تشوفوا دي هو احنا ليه بنعرض كل الفيديوهات دي عشان ناس ما تقولش صدفة ما تقولش حظ وراها سبب ما هو الإخلاص والإصرار اللي عمله شخصية لاعبي النادي الأهلي الذين يسعون إلى تحقيق المستحيل للثواني الأخيرة الأهلي والمصري آخر حاجة حلقة نكتشف فيها واحدة من أهم أسباب عظمة النادي الأهلي صفة الإخلاص الأهلي يا جماعة مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في 9 مساء الخميس القادم إن شاء الله تصبحوا على خير ونسيبكم مع النشرة الرياضية والزميل محمد فاروق سعد وآخر الأخبار